بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرحب بكم جميعا في اللقاء التعليمي الأول والمحاضرة الأولى لمادة محاسبة ضريبية. طبعا المحاسبة الضريبية هي فرع من فروع المحاسبة، طبعا فرع من فروع المحاسبة الذي تعنى أو تهتم بجمعت ما بين مبادئ وفروض المحاسبة والقانون، لذلك تعتبر مهمة. الفرع الوحيد الذي تأثر وحكمته قوانين الدولة، لذلك لا تفرض ضريبة، لا تشريع ضريبي إلا بقانون، ولا إعفاء ضريبي إلا بقانون. فالمحاسبة الضريبية بدأت بتطبيقها على المنشآت بكافة أنواع الضرائب، تستند على شيئين. الشيء الأول هي الفروض والمبادئ المحاسبية، والشيء الثاني هي القوانين الناظمة والتي تنظم الضرائب. هذه النقطة الأولى. أول، إحنا قبل ما نبدأ في هذا الخوض، إحنا تكلمنا قبلها عن الفروع المحاسبة، وتكلمنا عن المحاسبة المالية، محاسبة حكومية، محاسبة شركات أشخاص، شركات أموال، ومحاسبة حكومية، والآن نتكلم عن المحاسبة الضريبية. ولاحظنا أنه كل نوع من أنواع المنشآت يتم فيه معالجات خاصة تتعلق به. فلنفترض أن إحنا الآن عندما نتكلم عن محاسبة الضريبية نحن نتكلم عن مصلحة الضرائب والقطاع الحكومي. القطاع الحكومي تنظم العمل فيه ثلاثة أنواع من المحاسبة، ثلاثة أنواع من فروع المحاسبة، وهي المحاسبة الحكومية، والمحاسبة والنظام المحاسبي الموحد، والمحاسبة الضريبية. لو تكرمت، من يجيب لي متى نستخدم المحاسبة الحكومية؟ في ايش نوع المنشآت التي نستخدم فيها المحاسبة الحكومية، وما هي المنشآت التي نستخدم فيها النظام المحاسبي الموحد، وما هي المنشآت التي نستخدم فيها المحاسبة الضريبية؟ اللي حاب يشارك بالاوديو هذه مش مشكله، بالصوت، والذي يجاوب عبر الشاتنج متاح، نرجو التفاعل. النظام المحاسبي الموحد فين نطبقه؟ في القطاع، نطبقه في القطاع الحكومي، بس في أي نوع من الشركات، في أي نوع؟ يلا. الله سألتني سؤال محرج. أي إجابة، طبيعي طبيعي يا ريان. It's okay, no problem. ما فيش أي مشكلة. أتوقع في الشركات الحكومية. حلو، الشركات الحكومية النوع الذي يدر أرباح. الشركات الحكومية التي تدر أرباح، يعني هي مثلها مثل القطاع الخاص، اللهم إني تتبع الدولة، ولكن إيش لديها أرباح، بتمارس نشاط، مثلها مثل المؤسسة الاقتصادية اليمنية. واضح، هذا بتطبق النظام المحاسبي الموحد. شكرا يا ريان، أشكرك. شكرا جزيلا. محمد فهيد، تفضل يا محمد، تكلم لي عن المحاسبة الحكومية، في أي متى نطبقها؟ نعم يا دكتور، المحاسبة الحكومية تطبق في المنشآت والوزارات الحكومية. حلو جدا، في المكاتب، مكاتب الوزارات وفروعها، لأنها تعتمد في تمويلها على الموازنة العامة للدولة، لذلك مهمة المحاسبة الحكومية تنظيم عملية الصرف، ليس إلا في معاهم رسوم أو مقابل خدمات رمزية، مثلا المستشفيات أو الهيئات التي بتطبق مثل هذا، بتطبق النظام المحاسبي الموحد. لديهم مثلا أحيانا رسوم رمزية تجبى من المواطنين حق عمليات، بس رمزية مقارنة بالمستشفيات الخاصة، هذه يسموها الدعم الشعبي، فيتم معالجتها معالجة خاصة. شكرا شكرا يا روعة. أيضا معنا أيضا إيش يسموه، إذن النظام المحاسبي الموحد تكلمنا عنه، بيطبق فيه يسمى الدومين العام، والذي يتبع الدولة ويتم تطبيقه في المنشآت الحكومية التي تدر دخل، بينما المحاسبة الحكومية
في الهيئات وفروع الوزارات التي تعتمد في تمويلها على الموازنة العامة للدولة. شكرا جزيلا. المحاسبة الضريبية تطبق بين في مصلحة الضرائب. مصلحة الضرائب هي المسؤولة عن أو محاسبة ضريبية هي المسؤولة عن تنظيم عملية تسجيل وربط الضريبة أو الجمارك للدولة. لذلك المحاسبة الضريبية تتأثر بشيئين، الذي هي المبادئ والفروض المحاسبية بالإضافة إلى القوانين الناظمة للدولة الذي بتحدد فئات وأنواع الخاضعة للضرائب، وكذلك ما هي الضريبة المفروضة اللي هو سعرها، وكذلك الحد الإعفاءات الضريبية التي ممكن تمنح للمكلفين الضريبيين. شكرا. طيب، المحاسبة الضريبية طبعا سنبدأ اليوم في معانا الفصل الأول والوحدة الأولى، وحدة مهمة جدا وتعتبر الهيكل أو معنى العمود الفقري للكتاب كامل، لأن فيها بيتم وضع الحدود الدراسة ومسارها. وبالنسبة للوحدات القادمة هي عبارة عن نخوض في تفاصيل ضمن الحدود التي رسمناها لنا الذي هو الفصل الأول. الضرائب، طبعا التطور التاريخي للضرائب يمكن ربطه إلى تطور أهداف الدولة ودورها في المجتمع. عند ظهور الدولة، الدولة بحاجة إلى مصادر دخل معينة لتنظيم وإدارة شؤون هذه الجماعات التي تتكون منها الدولة. لذلك يمكن القول بأن العلاقة بين الهيكل الضريبي للدولة ونظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، من هذا المنطلق حصر التطور التاريخي للضرائب في ثلاث مراحل رئيسية. إذن كان التطور في ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى وهي المرحلة التقليدية أو المرحلة البدائية، هذه في هذه المرحلة ما قد كمبش معنا الحاجة اسمها دولة، لذلك أطلق على هذه المرحلة ما قبل نشوء الدولة، والتي كانت ممثلة بالقبيلة أو العشيرة. في ظل هذه المرحلة لم تكن هناك حاجة إلى ضريبة، كان تقول زي ما تقول والآن متعارف عليه ما يسمى بالغرم أو مغرم أو مبادرات، يعني لم تكن بالمسمى الموجود. لذلك ما كان فيش مجرد ليش لم تكن إجبارية فعلا، ما فيش مبررات لها، سواء الاشتراك لا الدفاع عن القبيلة عن طرد الإخطار، فقط مغرم حارب بس، ما فيش أي مبرر. لذلك عندئذ كان على كل شخص قادر على أن يقدم ضواعية لزعيم أو شيخ القبيلة ما يستطيع أن يقدمه من هبات سواء كانت عينية أو نقدية، ويوجه هذا زعيم القبيلة أو قائدها هذه المتحصلات في رد العتاء على هذه القبيلة والمحافظة. لذلك كانت الدولة عبارة عن شكل بسيط، لم تكن بمهمتها لا تمتد إلى تقديم الخدمات، كان مهمتها عملية الدفاع. المرحلة الثانية وهي المرحلة التقليدية المتطورة، تميزت هذه المرحلة بظهور الدولة بدلا عن القبيلة، وكان هدف الدولة في هذه المرحلة ينحصر في حفظ الأمن والنظام الداخلي وحمايتها. الأمان بالضبط. من الاعتداءات الخارجية مع منح الأفراد حرية لممارسة نوع من الأنشطة. لذلك الدولة لا تستطيع القيام بهذه المهام وفي ظل عدم وجود موارد مالية. لذلك كان هناك ضرورة لفرض ضرائب ولو كانت بشكل بدائي إنها، مثل الضرائب على المواشي، على الأراضي، على الإنتاج الزراعي. وكان الهدف من هذه الفترة هو الحصول على موارد مالية مع عدم أخذ الضرائب الأخرى في الاعتبار. كان فيها يعني محددة وكانت بسيطة ببساطة الهيكل التنظيمي للدولة نفسها. المرحلة الثالثة وهي المرحلة التالية لظهور الدولة. في هذه المرحلة تطور دولة الدولة، فأصبحت بجانب تطبيق الأمن والنظام الداخلي أصبحت وكذلك الحماية من الاعتداءات الخارجية أصبحت مسؤولة عن تحقيق الرفاه الاجتماعي. فهي لجأت الدولة إلى فرض ضرائب للتحقيق، لأن هذه المسؤوليات بقدر ما بتقوم بمسؤوليات تحتاج إلى موارد لتنفيذ هذه المسؤوليات وتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الحصول على موارد مالية. ضروري موارد مالية لتنفيذ هذه الأهداف والمهام المنوطة بها.
إذن ما هي الضريبة؟ ما هي الضريبة؟ هي مبلغ نقدي تحصل عليها الدولة جبرا. خذوها نقطة نقطة. إذن إلزاميا مش برضاك. إذا فنكتها الضريبي الشيء السائد والمتعارف عليه إنك يا تدفع يا تفضل الحبس. لذلك تأخذ جبرا من المكلفين تبعا لمقدرتهم على الدفع بدون مقابل مباشر. ما بعطيك مثلا أنا بأخذ منك الضريبة وتقول خلاص إيش المقابل؟ المقابل غير مباشر. طبعا بيتم جمع الضرائب في وعاء إرادي واحد للبنك المركزي، ومن خلالها يتم تخطيط الموازنة العامة وتخرج على شكل مشاريع، خدمات، تعليم، طرق، صحة وما إلى ذلك. لذلك إذن مبلغ نقدي تحصل عليه الدولة جبرا من المكلفين تبعا لمقدرتهم على الدفع. كل واحد على مقدرته، بس الذي ما بيجمع دخل منه يدفع ما فيش عليه. الذي كل واحد حسب الـ 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 وهذا سيتضح لنا عندما نتناول الضريبة المرتبات والأجور وضريبة الأرباح التجارية والصناعية، هي تكون في الفصل الثاني. بنبدأ بالضريبة المباشرة، كيف بتكون؟ وفق لي مقدرة المكلف فقط بدون مقابل مباشر لتحقيق ما تصبو إليها الدولة من أهداف اقتصادية. أهدافها تأخذ هذه الموارد لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية المرسومة. طيب، لذلك أنا سمعت مرة قرأت في إذا أردت أن تنظر إلى تطور دولة ورقيها فعليك أن تنظر إلى الهيكل الضريبي للدولة هذا. فإذا كان اعتماد هذه الدولة على الموارد الطبيعية فقط، فهذه الدولة هشة وسهلت الانهيار في حال نضوب هذه الموارد الطبيعية. ولكن إذا كان الهيكل الضريبي لهذه الدولة قوي جدا، فنكون مثلا تكون جزء من إيرادة الدولة أو يشكل جزء كبير من إيرادة الدولة الضرائب، هذا يعد مؤشر أن هناك في أعمال، في دخل متأتي لدى المواطنين، دخل عالي. ولو تلاحظوا مثلا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول التي فيها حركة فيها مرتبة، تلاحظ أن الضرائب فيها قد تكون مرتفعة جدا، لكن في بالمقابل في خدمات قوية جدا، في تعليم قوي، في بنية تحتية قوية، في نظام صحي، تأمين صحي قوي، في مثلا أيضا الدخل الفرد مرتفع نسبيا. جي تقارن مثلا الآن المواطنين الأمريكيين ولا الأوروبيين بيشتكوا من ضريبة عالية، لكن بالمقابل لديهم دخل. لكن في حال انعدام الدخل والخدمات والبنية التحتية أكيد كيف هيكون؟ لذلك الهيكل الضريبي يعطي مؤشر قوي جدا عن النظام الضريبي عن مدى تطور الدولة وتأخرها. لذلك من التعريف نلاحظ أنه الضريبة عبارة عن مبلغ نقدي تجبى بصورة نقدية، بينما كانت الضريبة سابقا تجبى عينا. هانا نقديا أنه الآن قد الناس تطور وما عاد بش في نظام المقايضة، أعطني بر عديك مقابلها سلعة أخرى، عديك ماشية. الآن تطور الأمر إلى أن أصبح لدينا عملة نقدية يتم التداول بها أو التعامل بها، لذلك تجبى الضريبة نقدا. وكانت تجبى عينا تماشيا مع استخدام المقايضة كأسلوب تبادل السلع في حينه. الخاصة الثانية، تدفع الضريبة جبرا، ويقصد بذلك أن المكلف ليس حرا بدفع الضريبة إلى الدولة، وإنما هو مرغم ولكن وفق أحكام القانون الضريبي. وقديما كانت تدفع الضريبة بصورة اختيارية، لكنها تحولت إلى اقتضاء إجباري للتعبير عن سيادة الدولة، ولذلك تفرض الضريبة دون مقابل وفقا للمقدرة التكليفية للمكلف. وهذه تعتبر الخاصية الثالثة من خصائص الضريبة. لذلك لا يتمتع المكلف الذي يدفع الضريبة بمقابل أو بمنفعة مباشرة من الدولة. خلاص هذا المواطن ما بيدفعش ضريبة لأن ما بيش مع الدخل كبير، وهذا المواطن بيدفع ضريبة دخل. هل هذا مزايا على هذا؟ هذا مثلا يدخل في مستشفيات التعليم مجاني، وهذا لا يدخل في مستشفيات التعليم مجاني، هذا يمشي على الطريق معبده وهذا يمشي في الشارع ممنوع عليه؟ لا يحصل عليه منافع مباشره من الدوله، غير ان هذا لا يمنع ان ينتفع المكلف بالخدمات العامه التي تقدمها الدوله. صفته مواطن لا مكلف، مواطن مثل اي مواطن. وعند تحديد الضريبه ينبغي على المكلف دفعها
لا يقاس الأمر بمدى انتفاعه بالخدمات العامة، وإنما بحسب مقدرته التكليفية، يستفيد ما يستفيد، هذا شأنه مثل أي مواطن. لذلك تحقق الضريبة النفع العام، وهذا هو الهدف الأسمى منها، والهدف الرئيسي من فرض الضريبة هو الحصول على موارد مالية للدولة لتغطية النفقات العامة، بالإضافة إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تقود أو توصل المجتمع إلى الرفاه الاجتماعي أو تحقيق ما يصبو إليه المجتمع. قالت روعة: لكن في دول حتى لو الهيكل الضريبي قوي أحيانا الدولة تستخدمها تحقيق خدمة المجتمع. طيب أنت قلتي خدمة المجتمع، الهيكل الضريبي قوي. طيب لو كان، احنا قلنا دائما أن الضريبة تفرض على الدخل، الشخص الذي ما فيش معه الدخل أكيد أنه ما بيجيب ضريبة، من نجيبه له؟ ولا في أي قانون في العالم يفرض على أشخاص ما بيش معهم دخل يجيبوا ضريبة. لذلك بالعقل بالمنطق، طالما وفي ضرائب بتجبى بمبالغ كبيرة وبتشكل جزء كبير من موارد الدولة، إذن في دخل مع المواطنين، إذن في عجلة اقتصادية، في وظائف، في الأمور ماشية تمام. هذا هو مقصدي، يعني أنه في دخل متأتي. أما بالنسبة هذه الموارد الدولة هي بتوجهها وفق خطتها، سواء في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، جانب تعليم، صحة، عسكري، بنية تحتية وما إلى ذلك. طبعا هناك فرق بين الضريبة والرسم. هذا تكلمنا عن الضريبة الآن، ما هي هو الرسم؟ الرسم هو عبارة عن مبلغ نقدي. طبعا هو النقدي نفسه إيش؟ الذي هو الضريبة. لكن إيش الاختلاف؟ من الأشخاص مقابل الاستفادة من خدمة معينة. ها، شوفوا هنا فرق جوهري. أولا هذا يجبى، هو مبلغ نقدي وهنا مبلغ نقدي، لكن هناك في الضريبة جبرا، أنا ما ذكرت جبرا، هناك ولا يحصل على منافع مباشرة مقابل دفع الضريبة، ولا مع ذلك لا يمنع أنه ينتفع من خدمات الدولة العامة مثل أي مواطن. لكن هنا مبلغ نقدي تحصل عليه الدولة طوعا من الأشخاص مقابل الاستفادة من خدمة معينة خاصة. حلو. طيب من لحظة، أنا أجوب على السؤال حقك، من يجاوب لي ويجيب لي مثال عن الرسم؟ مثل إيش الرسم هذا؟ التأمين الطبي. ما التأمين الطبي هذا أحيانا ما أدري كيف نظامه في السعودية، لكن في رسوم. مثلا تروح مستشفى عام، إذا رحت مستشفى عام ودفعتها هذا تعتبر رسوم خدمة. طبعا لو جيت قارن الرسوم بالمستشفيات الخاصة، هي عبارة هذه الرسوم عينية فقط مقابل الحصول على الخدمة. فلو تلاحظوا أن المبالغ المدفوعة لوزارة الصحة في العيادات الخارجية، أو المبالغ المدفوعة لوزارة المواصلات عن خدمات التلفون واستمراريتها، المبالغ المدفوعة للبلدية مثل ما أيضا قالت روعة، كذلك رسوم رخصة القيادة مثل ما قالت نجود، هذه تعتبر كلها رسوم. التراخيص البناء، المبالغ المدفوعة لوزارة العدل، وزارة الخارجية مقابل توثيق العقود، كلها المبالغ المدفوعة لوزارة الصناعة والتجارة مقابل سجل تراخيص الاستيراء، هذه تعتبر رسوم مقابل الحصول على أي خدمة. نرجع لسؤال كيمو. طيب يا دكتور، هنا في السعودية ضريبة 15% يدفعها الكل عند شراء أي شيء، سواء دخل أو لا، أنت تشتري لازم تدفع. هذا شيء احنا الآن بنمشي ونوضح لك ايش معنى طيب ضريبة مباشرة وضريبة غير مباشرة. طيب انت قلت بيدفع ضريبة 15% سواء مع الدخل ولا لا. طيب هو منين اشترى اصلا؟ هو طيب هو جاي يشتري. طيب لو ما معه ما يشتري اصلا، لو ما في معه منين باي يشتري؟ يعني الذي بيشتري هو مع دخل، وبالتالي بيخضع الضريبة. هذا الضريبة قد دفعها التاجر دفعها، وهو بس بينقل العبء فقط، وهذا بنجي له الآن نشرح له في الضريبة غير المباشرة. هو دفع أصلا التاجر وأضيفت إلى القيمة، هو بس هذه الآن التاجر بيسترد استردات فقط ليس إلا.
أيضا بس في الخاصة تكون أكثر من الحكومية. أي شيء في أيوة في الخاصة الذي هي الخدمات فعلا، لأنها غير إلى مؤسسات بزنس، يعني بتدير منشأة ما الأهداف تحقيق الربح، بينما المنشآت الحكومية هدفها تحقيق تقديم خدمة بدون برسوم رمزية لا تغطي التكاليف. هذه 15% على المشتريات تختلف عن ضريبة الدخل. ضريبة الدخل لا، شوف ضريبة الدخل يا عزيزي، ضريبة الدخل هي ضريبة الدخل دي هو مثلا على المرتب، هذا ضريبة الدخل مباشرة ما لهاش علاقة، لكن الضريبة غير المباشرة هي على المواطنين بشكل عام، تضاف على السلعة الاستهلاكية وتأخذ تأخذ من المنبع، تخصم على التاجر الجملة، مش التاجر حتى التاجر الذي بيستورد، تخصم عليه من مبلغ الإجمالي أو من المصنع نفسه، وبعدين هذه الضريبة تضاف على قيمة السلعة وتستقر على المكلف النهائي الذي هو إيش؟ المستهلك. هو وسيط بيقوم بالعملية الدفع فقط ليس إلا. لو ما عندي انت ذا الحين اقول لك الذي ما بيشتريش يعني ما بيش معه، وبالتالي هناك ضريبه انت في اليمن ولا في السعوديه ولا في امريكا ولا في اي دوله في العالم، ضريبه احنا بندفعها في اي دوله، حتى في اليمن احنا بندفع، وانا باجي لك بالتفصيل. طيب الثمن، ما هو الفرق؟ ايضا الثمن معنا الضريبه والرسوم والثمن. يعرف الثمن هو مبلغ نقدي تحصل عليه الدوله طوعا من الاشخاص مقابل الحصول على السلع والخدمات التي تقدم بواسطه المؤسسات المملوكه للدوله، مؤسسات مملوكه للدوله. شوف الرسوم، خلي الرسوم، الرسوم قلنا شوف على اساس يكون الموضوع دقيق، تكلم عن خدمات وتلاحظوا انه عباره عن خدمات، وزاره الصحه خدمه، وزارة المواصلات خدمة، البلدية خدمة، تراخيص البناء خدمة، العقود خدمة، خدمة رسوم الخدمات مقابل خدمات، مقابل خدمة معينة، بينما مقابل نقدي تحصل عليها الدولة طبعا من الأشخاص مقابل الحصول على سلع، تكون سلع أو تكون خدمة، لكن هنا فيها السلع التي تقدم بواسطة المؤسسات الحكومية المملوكة للدولة، ويمكن أن يطلق الثمن العام على قيمة السلع والخدمات التي تبيعها المشروعات المؤسسة. مثلا المؤسسة الاقتصادية هي تاجر مثلها مثل أي، معها قطاع البان، معها قطاع البقوليات، معها قطاع الأدوية وقطاعات كثيرة، لذلك أنت بتشتري مقابل ثمن، وبالتالي هنا تعتبر إيش؟ ثمن بتحصل عليه الدولة. الزكاة، الزكاة الآن نفرق بين الثلاث الأشياء، الثلاث فرقنا بين الثلاث الأشياء الذي هي الضريبة والرس والثمن. أما بالنسبة للزكاة، الزكاة معروفة أنها تفرض وتعتبر أحد أركان الإسلام الخمسة، و بمعنى هي زكاة بمعنى زكا، زكا الشيء من باللغة العربية نما وزاد، وزكا فلان إذا صلح، وتعني الطهارة وتعني البركة والنما أيضا والصلاح. قال الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قبل مش ترجم بسم الله الرحمن الرحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا هذه فرض، هذا طبعا لو جيت قل هل مفروضة في دول أخرى؟ لا، تتكلم لك عن الدول الإسلامية بشكل عام. الزكاة طبعا هي الركن الثالث من أركان الإسلام، استنادا إلى حديث ابن عمرو رضي الله عنهما المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، اتفقنا عليه. لذلك الزكاة تعتبر الركن المالي والاجتماعي. ليش الاجتماعي من أركان الإسلام؟ ليش؟ لأن تقوم تساعد على توحيد وإقامة الصلاة، يعني يدخل المرء في جماعة المسلمين إقامة الصلاة واستحق أخوتهم والانتماء عليهم، كما قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والمعذرة على الخلط هنا موجود. جاء
كيف بتعالج قضية اجتماعية كبرى الزكاة؟ لأن الإسلام ابتكر ما كان فيش حاجة اسمها الضرائب في حينه، كان في جبايات، لكن كتنظيم الزكاة، ولو تلاحظوا المصارف الذي وجهت لها الزكاة كان الهدف الاقتصادي الذي منه هو إعادة توزيع عيش الثروة، توزيع الدخل، أخذه من أيادي الأغنياء وتوزيعه للفقراء. لذلك كان في إهمال في الجانب الزكوي والواجبات من ناحية الأوقاف أو الزكاة، ولو تم توظيفها بالشكل الصحيح بحسب ما مصارف القرآن الكريم أعتقد ستساعد كثيرا في حل مشكلات الفقر ومشكلات مجتمعية كثيرة جدا. طبعا ما هي إيش الزكاة؟ لحظة قبلها، متى تستحق الزكاة؟ متى تستحق الزكاة؟ متى تكون واجبة؟ تكون واجبة عندما تكون مملوكة، والملكية التامة هنا في الإسلام لا يوجد ملكية تامة، وإنما أنت وكيل. المصداق اللي قال الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المالك الله، وأتوهم من مال الله الذي آتاكم وتكريما من الله وفضلا منه، فقد وضع الإنسان وكيل على هذا المال وأمينا على خزانته. ويقول الله سبحانه وتعالى وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وفيما يتعلق بزكاة الدين، فالاتجاه الغالب إلى الدين، مثلا تكلم في استثناء عن الدين، إذا كان الدين شوف الدقة في مجال المعاملة ما يتعلق بالزكاة، تصل حتى على تصنيف الديون إلى ديون جيدة وديون إيش معدومة. مثلا الدين الجيد وهو على موسر مقرب الدين غنيا وقادرا على الدفع، ويجب على هذا الدين الزكاة. إذا الدين، إذا كان معك دين عند شخص معين، هذا الشخص مقرب الدين وقادرا على الدفع، هذا تجب على الزكاة. بينما الدين الذي في حكم المعدوم أو لا يرجى يساره أو سداده، أو على جاحد ولا بيئة عليه، أو عفوا ولا بينة عليه، ما فيش أي إثبات أنه هذا، يعني في حكم المعدوم عندما نتكلم عن المحاسبة نقول ديون معدومة أو غير جيدة، لا زكاة عليه. وإذا تم التحصيل يتم الزكاة بقدر ما تم التحصيل. نمر سريعا، طبعا أيضا بلوغ النصاب، عندما يبلغ النصاب لم يفرض الإسلام زكاة في أي قدر من المال النامي، إن كان ضئيلا، لذلك اشترط أن يبلغ المال مقدارا محددا من النصاب أو ما يسمى بالنصاب. فقد جاءت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بإعفاء من دون الخمس من الإبل والأربعين، عفوا الخمس من الإبل والأربعين من الغنم والثلاثين من البقر، وما دون 200 درهم من الفضة، أي ما يعادل 595 جراما وعشرين دينار من الذهب، ما يعادل 85 جرام، وما دون 5 أوسق. ما هو الوسق؟ الوسق هو 129 جراما تقريبا، والنصاب هو 5، خلنا نعمل الليزر على أساس نوضح. الأوسق من الحبوب والثمر والحصلة الزراعية. الوسق هو 129 جراما تقريبا، والنصاب هو 5 أوسق، بمعنى 5 في 129 الذي بيعطيك إيش النصاب بالكيلو جرام. ونصاب النقود الورقية ما يعادل 200 درهم من الفضة. والحكمة من اشتراط النصاب هي أن الزكاة تفرض من الغني الفقير الذي هو في حاجة إلى أن يعان لا أن يعين. لذلك مثل ما قلنا، الهدف منها توزيع الثروة، توزيع الدخل، أيضا أن يكون مضي الحول، ويقصد بهذا الشرط أن يمر على المالك في ملك المالك 12 شهرا عربيا بالنسبة للأنعام والنقود والسلع التجارية، وهو ما يمكن أن يدخل تحت اسم زكاة رأس المال. أما الزروع والثمار المستخرج من المعادن والكنوز فلا يشترط الحول وتجب الزكاة عند تحقيق الدخل، وهو ما يمكن أن يدخل تحت اسم زكاة الدخل. تلاحظوا إيش التشابه الكبير بين الهياكل الضريبة المفروضة بالمفهوم العصري وبين ما أقره الإسلام. أوعية الزكاة، زكاة النقود
وجوب الزكاة على النقود والذهب والفضة ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، كما أن هناك إجماع على أن مقدار الواجب على الزكاة، المقدار الواجب في الزكاة ربع العشر أي 2.5%. وفيما يتعلق بزكاة الحلي فهناك اتجاهات مختلفة بين المذاهب، والأحوض هو زكاة عليها متى بلغت النصاب وحال عليها الحول بواقع ربع العشر أيضا. زكاة الثروة التجارية أو ما يسمى بعروض التجارة، طبعا فيها تفصيل كثير جدا ومسائل فقهية وآراء، لذلك أعطينا نبذة رئيسية حيث أن هذه الثروات المستغلة والتي حال عليها الحول وبلغت النصاب زكاة سنوية بزكاة النقود ربع العشر نقود. شكرا لعام الله وفاء يعني من عباده ومساهمة في المصالح العامة للدولة، ويسمى الفقهاء الثروة التجارية بنسمى عروض التجارة، وهذا معروف لدى فقهاء الفقهاء أنه هذا يسموها زكاة عروض التجارة، أي يقصدون بها كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح وبالتعبير المحاسبي. كذلك تدخل فيها الأوراق التجارية والديون الجيدة للغير، ولا يدخل ضمنها زكاة تجارة الأصول الثابتة التي يعد شراءها بهدف الاستخدام وليس الاتجار، إذن الهدف إذا كان الاستخدام فهي لا تخضع للزكاة. أيضا زكاة الثروة الزراعية إذا سقي بغير آلة وكلفه سواعا كان من المطر أو من الماء أو من ماء ينصب من جمل أو بذر عين كبيرة، فالزكاة المفروضة هي العشر أو كان على المطر مرويا بالأمطار، يعني أنت زرعته وما رويتش ولا احتجت أنك تروي لذلك تأخذ العشر. إذا سقي الأرض الري فالزكاة المفروضة هي نصف العشر، لكن إذا تم سقي مثلا جزء منها تم سقيه نصف المدة، تم سقيه بغير كلفة والنصف الآخر سقيه بكلفة تأخذ 3/4 بمعنى 7.5. في حال أنه مثلا سقيتها منها 70% 70% تم سقيه و30% لم يكلفك تأخذ كاملة العشر. بالنسبة لزكاة الثروة الحيوانية واسعة وكثيرة الأصناف وأعظمها نفع للإنسان، هي ما عرف عند العرب بالأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، أما الخيل والحمير فلا زكاة عليها، وتفرض شريعة الإسلام الزكاة على الثروة الحيوانية وفق شروط معينة، منها أن تبلغ النصاب وأن يحول عليها الحول وأن تكون سائمة، وهي التي ترعى في رعي مباح أي لا يكلف صاحبها علفا ولا تكون عاملا. هذه نقاط فيما يتعلق بالزكاة، عفوا فيما يتعلق بالزكاة، لن نخوض في المسألة يعني كثيرة ومتشعبة. مصارف الزكاة أيضا مصارف كثيرة، لخصت في 8 مصارف لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الآية حددت المصارف للزكاة، وأي صرف خارج هذه المصارف يعتبر تجاوز لحدود الله. طبعا علاقة الضريبة بالقانون، الآن دخلنا فينا في موضوع الضريبة والقانون. طيب احنا تكلمنا اولا ان الضريبة عبارة عن تتكون يحكمها شيئين، الذي هو يحكمها الفروض والمبادئ المحاسبية باعتبارها جزء او فرع من فروع المحاسبة بالإضافة الى القوانين الناظمة التي تحدد عملية الصرف فيها. لذلك يتضمن القانون علاقتها بالقانون كافة أنواع القانون، سواء كان هذا القانون القانون العام أو القانون العام. طبعا ما هو القانون العام؟ طبعا القانون العام يتضمن القواعد والأحكام الخاصة بالأمور التي تكون الدولة طرفا فيها لا بوصفها شخصا عاديا بل باعتبارها صاحبة النفوذ والسيادة، وعلى ذلك فإن علاقة كل علاقة تظهر فيها الدولة بوصفها صاحب السيادة يعتبر علاقة تنظيم
وفق القواعد أحكام القانون العام، مثل القانون الدستوري، القانون الجنائي، والقانون المالي. أما بالنسبة للقانون الخاص، يتضمن القانون الخاص القواعد والأحكام التي تنظم العلاقة بين الأشخاص بينهم البعض، بما في ذلك الدولة متى ما كانت شخصا عاديا لا بوصفها صاحبة سلطة، مثل قانون الشركات وقانون الأحوال الشخصية. لذلك الضرائب تستند في تحصيلها على في تحصيلها للضرائب على ما لها من سلطان وسيادة. لذلك ليش بتأخذها جبرا؟ لها سلطة ولها سيادة، ومن ثم يمكن القول أن الضريبة وما ينظمها من أحكام وقواعد إنما هي فرع من فروع القانون العام، لأن القانون الضريبي ينظم علاقة الدولة بالأفراد من زاوية مساهمتهم في أنشطة الدولة، كيف بتمول الدولة، وكيف بيكون هذا أنت مواطن ولديك دخل وما بتدفعش للدولة. إذا في قانون مخالفة للقانون بتضطر الدولة أن تعاقبك. لذلك لا شك أنه توجد علاقة بين المحاسبة الضريبية والقانون، من حيث أن القوانين الضريبية هي الأساس في احتساب الضرائب، هي الذي بتحدد الفئات المكلفة، بتحدد السقف الضريبي أو حد الإعفاء، بتوضح كافة التفاصيل فيما يتعلق باحتساب الضريبة. ويؤيد ذلك ما هو متعارف عليه لدى الفقهاء في القانون، أنه لا ضريبة إلا بقانون ولا إعفاء إلا بقانون. وطبعا وتتفق في ذلك كل دساتير الشعوب، في ذلك تنص عليها المادة رقم 13 من دستور الجمهورية اليمنية، أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون. كذلك هذا بالنسبة فيما يتعلق بالقانون. إذن combination، في تكامل ما بين مبادئ المحاسبة أو من الضوابط التي تضبط المحاسبة بالإضافة إلى القانون، نتج عن ما يسمى بالمحاسبة الضريبية. إذن ما هي المحاسبة الضريبية؟ هي ذلك الفرع من فروع المحاسبة التي يقوم على المبادئ والفروض المحاسبية المقبولة قبولا عاما، بالإضافة إلى كونها تتأثر بالقوانين والتعليمات الضريبية، قوانين ضريبية، تعليم الضريبة الساري في كل دولة. لذلك فالمحاسبة الضريبية تأخذ مقدارا حسب إجراءات المحاسبة ليتلام مع القوانين والتعليمات الضريبة، وصولا للدخل الضريبي ووصول التأثير ذا القوانين إلى حد أنه عنده وجود تعارض. في حال وجود تعارض بين مواد القانون والمبادئ المحاسبية يتم التضحية بالمبدأ المحاسبي لصالح إيش؟ القانون الضريبي. ما هو الإدار العام للنظام الضريبي؟ إدار النظام الضريبي يتكون من مجموعة اللي هي الضرائب المباشرة الضرائب غير المباشرة، تعمل بشكل مترابط لتحقيق مجموعة من الأهداف وفق القواعد ومقومة وإجراءات. إذا إحنا هدفنا عملية كيفية أولا تنظيم جباية الضرائب المباشرة وغير المباشرة عن طريق ماذا؟ عن طريق قواعد ومقومة وإجراءات محددة. إذا هو هذا الهدف الرئيسي. ما هو الهدف من الضرائب؟ أولا هدف مالي، ويتمثل في الحصول على موارد مالية تمكن الدولة من تغطية نفقاتها، تقديم خدماتها، تنفيذ مشاريعها. وطبعا مثل هذه الخدمات فيما لو تركت ما بيقوم شبه القطاع الخاص، مثلا القطاع العسكري بحاجة إلى تمويل، فلو ترك القطاع الخاص هل بيتم تغطيته؟ كذلك رعاية نظام التعليم في الجمهورية اليمنية ورسم السياسات والخطط أو أي دولة بشكل عام، الصحة، الأمن، الدفاع، هذه ما بتقوم شبه القطاعات الخاصة. الهدف الاقتصادي طبعا أداة مهمة جدا جدا، لذلك تساعد في عملية إدارة الاقتصاد وتوجيه الموارد. طبعا تستخدم الضرائب من الناحية الاقتصادية لتشجيع أنشطة أخرى، تستخدم كأداة في تدخل الاقتصادي لمعالجة مشاكل مطروحة، تنظيم وتوجيه الموارد الاقتصادية من الاستخدام هذا واستخدام آخر، يعني لحل بعض القضايا، إنعاش جزء من الاقتصاد،
لاحظت انه مثلا في مشاكل فيما يتعلق مثلا بقطاع معين، محاوله منح مزيد من الاعفاءات ليساعد على الاقبال عليه. طبعا هذه القرارات خاصه بالاستهلاك، قرارات خاصه بالانتاج والادخار والاستثمار وما الى ذلك من التفاصيل. مثلا لخصت بعض النقاط هنا مثل حمايه الصناعه الوطنيه من منافسه الصناعه الاجنبيه. كيف عملنا؟ اذا نشتري اشجع المنتج الوطني، ان انا افرض مثلا على هدف مالي واقتصادي واجتماعي. شكرا يا فيما. انا اذا اشتري اشجع المنتج الوطني اعطي اعفاءات ضريبيه او افرض ضرائب زياده على المنتجات الخارجيه، وبالتالي بيدفع المستهلك اليمني او المستهلك الوطني لشراء ايش؟ المنتجات ايش؟ المحليه. بيكون الشراء والاقبال عليها اكثر، نتيجه ان سعرها بيكون ايش؟ اقل في اعفاءات ضريبيه. ايضا تشجيع الاستثمارات الاجنبيه وذلك باعطائها بعض الامتيازات مثل الاعفاء الضريبي لمده معينه من الزمن 5 سنوات بقصد جذب راس المال، وهذا موجود في القانون الاستثماري اليمني او القانون الضريبي، انه حدد اي مستثمر مثلا بيجي يا اما بيعطوه قطعه ارض باضافه انه بيمنحوه 5 سنوات اعفاء ضريبي مهما كان الدخل المتاتي خلال هذه الفتره بنعطيه. فهذا بيساعد المستثمر يكون مكسب، يعني اذا كانت الضرائب الذي بدفعها خلال هذا السنه تقدر بمئات الملايين من الريالات، فهذا مكسب كبير، وهذا تعتبر أداة لجذب الاستثمارات. تلاحظوا كيف الضريبة أداة فعالة فيما لو تم توظيفها التوظيف الصحيح، بالإضافة إلى أنها مصدر للأموال، لكن أيضا توجيه وتنظيم الاقتصاد وإدارته. أيضا توجيه الموارد الاقتصادية المتاحة أو بعضها لقطاع معين من القطاعات وحجبها عن قطاع آخر. كيف نعمل هذا النقطة؟ حيث نعطي امتيازات للمستثمرين في قطاع مرغوب، مثلا في القطاع الزراعي، في القطاع الصناعي، انا بعطي ايش؟ امتيازات من الدوله، بعطي اعفاءات ضريبيه، بعطي قروض تسهيليه، قروض بيضاء بدون فوائد، وبفرض ضرائب على القطاع الاخر على اساس احاول اعمل لي يمكن ماشي، بحيث ان انا اجذب المستثمرين من القطاع الاخر الى القطاع الحالي. واضح؟ إذن هنا بنساعد في توجيه الموارد بحجب تبعي القطاع ووضعها في قطاع آخر. طيب النقطة الأخرى أيضا الحد من التضخم عن طريق رفع معدلات الضرائب المباشرة. كيف التضخم؟ احنا عندما نقول تضخم احنا بالمعنى التضخم ان حجم المعروض من النقود لا يتفق بحجم بما هو بالانتاج الموجود في السوق، فبيكون حجم النقود كبيره والمعروض في السوق اقل، لذلك بيحصل ايش؟ تضخم. فالدوله هي بحاجه الى سحب السيوله من الناس. طبعا في ادوات اخرى الى جانب الذي هو معدل رفع الذي هو معدل الفائده حق البنوك، ممكن ترفعه. إذا رفعت معدل الفائدة في البنوك الأشخاص الذي لديهم سيولة بيفكروا في عملية الاستثمار، لذلك بيودعوا أموالهم في البنوك، وبالتالي الدولة سحبت إيش؟ المعروض من السوق. كذلك تستخدم الضريبة. كيف تستخدم الضريبة؟ تقوم بفرض ضريبة عالية على السلع في حال التضخم، وبالتالي بتسحب جزء كبير من المعروض من السوق إلى أن يتحقق التوازن. طبعا وهذا إلا أن هذا السياسة قد لا تعطي ثمارها باستخدام الضرائب المباشرة الذي هي الضرائب على الدخل، لأن ذلك زيادة عبء على الضرائب أو غير مباشرة تؤدي أحيانا إلى التضخم، أن هذا النوع من الضرائب يندمج مع أسعار السلع والخدمات. لأنه مثلا أنا محاسب قانوني، أنا معي ضريبة دخل، في معي ضريبة دخل مباشرة، أنه كمحاسب قانوني بتجي ويجيبوا علي ضريبة دخل معينة بيتخضع للضريبة. إذا رفعوا علي الضريبة أنا برفع حق الخدمات، وبالتالي بيحصل تضخم مرة ثانية. في بتحتاج إلى أي أسلوب إدارة مهم جدا وحذر، ويعني مشيني قرارة ارتجالية ضروري يكون مدروس، وكضروري يكون متوقع رد الفعل من قبل المكلفين وكذلك من قبل السوق. الحد من الانكماش عن طريق تخفيض الضرائب وزيادة دخول الأفراد التي ستتجه نحو زيادة الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي يساعد لتهدئة المناخ التعشى الاقتصادي.
مثلاً تخفيض الضرائب على الدخل، تخفيض الضرائب على السلع الاستهلاكية إذا رأينا أن في ركود في الصرف، بالتالي تزيد الأموال لدى المجتمع، وبالتالي يحصل إيش؟ انتعاش. عندما في أما بالنسبة أيضا الحد من السلع الكمالية، وذلك بتوجيه الاستهلاك تركيزه على السلع الأساسية، بحيث أنها تستفيد الطبقات الأقل دخلا والأقل إقبالا على السلع الكمالية تستفيد منها، والأشخاص الذي لديهم مدخرات بيقبلوا على السلع الكمالية بيكون إيش؟ الدفع الضريبة عالي، ولذلك بيحد المجتمع أنه من استهلاك السلع الكمالية، وبيكون مجتمع يعني specific، بيكون استهلاكه في إطار الضروري المهم فقط، ويترك الأهم الحاجة المهم والأهم، ويترك الذي هي كمالية النتيجة لارتفاع الضريبة فيها. لذلك تعتبر أداة مهمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية. طيب الهدف اللي بعده وهو الهدف الاجتماعي، استخدم الضرائب من ناحية اجتماعية كأداة لتحقيق التقارب بين الطبقات باستخدام عدة فرض الضرائب حسب مقدرة الدفع للمكلفين، بس كل المكلفين بيدفعون نفس الضريبة، لذلك بتدفع ضرائب مرتفعة على أصحاب الدخول العالية، ثم تأخذ بالانخفاض على أصحاب الدخول الضرائب إلى أن يمنح الإعفاء بشكل نهائي، وسائل منها مثل فرض الضرائب حسب مقدرة المكلف، وبالتالي المكلفين ما بيحضوش بنسبة معينة أو نسبة موحدة من الضرائب للكل، في تفاوت، الذي ليس لديه دخل أكيد أنه بيعطى إيش، ثم تؤخذ بالانخفاض كما قلنا إلى أن تصل إلى الدخول التي لا تفرض عليها ضرائب. كذلك استخدام حصيلة الضرائب في الإنفاق على الخدمات المفيدة كالتعليم والصحة، وبالتالي بيستفيد حتى الشخص الذي ما دفعش ضريبة، وهذا شيء جيد، والأمن وغيرها، فأنت بتستفيد من خدمات الدولة بغض النظر دفعت ضريبة ولا ما دفعت. أيضا فرض ضرائب عالية على السلع غير المرغوب فيها تأثيرها على الصحة، مثلا فرض ضرائب على الغاز، مثلا على السجائر وما إلى ذلك. إذن هناك نقاط مهمة جدا يجب أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ هذه السياسات. الصوت واضح. أولا يجب أن تستند السياسة الضريبية إلى فكرة أنه لا يمكن أن يتمثل الهدف الأول هو الحصول على أكبر عائد. إذا كان هدف الدولة أني بس تحصل على عوائد فهذه تعتبر مشكلة كبيرة جدا، لأنه هذا إذا سيطر الهدف هذا على بقية الأهداف بتكون النتائج سلبية. لذلك نحن بحاجة إلى أسس واضحة يمكن الاستناد عليها في بناء الضريبة، وذلك لا يوجد أوضح ولا أمتن من العدالة في جميع الأنظمة الاجتماعية ومنها النظام الضريبي. لذلك العدالة هي تحقيق المردودية التي تساهم في التنمية الاقتصادية، وبدون هذه الضريبة كأداة فعالة في تحقيق العدالة تكون أداة يعني غاية في الخطورة، وصير الظروف بشكل بدلا أن تتحكم بها وتوجهها وتخفف من وطأة هذه المشاكل، أحياناً قد تخدم أشخاص ويصبح الدولة مرتهنة في الأشخاص لتحقيق مصالحهم فقط. إذا كان الهدف الأول للضريبة هو الحصول على أكبر إيراد ممكن دون اعتبار آخر، فإن السياسة هذه كهذه ستختار أسهل الطرق لكنها أتعسها، سيتحمل البعض أعباء ضريبية أو شديدة، وبالتالي إفقار رأس المال الوطني، تذكر استهداف أحياناً استهداف رؤوس الأموال الوطنية، الغني هذا خلاص من عدو ولا رجل الأعمال هذا عدو للدولة، لا هو يعتبر ثروة للدولة، وأنت ضروري أنك تحافظ على هذه الثروة، ضروري أنك تساعد تشجع تنمي، خذ ضريبتك ما فيش مشكلة، ولكن زيادة فرض الضرائب والإتاوات على مثل هكذا وعرقلته وعدم تشجيعه وحمايته، أي سواء كان مستثمر محلي أو مستثمر خارجي الذي هم رؤوس الأموال والرجال الأعمال بشكل عام، إفقارهم يعتبر إفقار للدولة، وهم يعتبرون مورد أساسي من موارد الدولة، فأنا بتحصل من الضرائب بتشغل لي عمالة بتوفر لي السلع التي بستوردها من الخارج توفرها محليا، كثير من الفوائد. ولكن بما لا يدع أن الدولة تبقى أسيرة بيد هذولا
رجل الأعمال شين أو صاد، هذه تعتبر كارثة. فهو لا ضر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر، بمعنى هناك ضروري يكون في اتزان. مش انه هدفك خلاص ضريبة ان انا احصل على اكبر قدر من الضرائب وطز، ما يهمني افقر رأس المال افقر كذا، اهم شيء عوائد. على المدى البعيد من المعاد بتحصل هذا رأس المال باي قادر، الاشخاص الذي كان عندهم دخل محدود ما حد يشوفهم دخل، من يجيب له؟ اذا انت فكرت على مدى قصير، ولكنك بتدمر الدولة على المدى البعيد خلال سنتين ثلاث سنوات بسر مغادرة رأس المال من الدولة بشكل عام. بسر الشاتي ارتفاع مستمر الاسعار، هذا بعد انه شكلي بتاخر في اخذ الشاتي، طبعا ستؤدي بالتحليل النهائي لخلل جميع الموازنة الاقتصادية والاجتماعية، وهذه تعتبر كارثة من الكوارث التي لا يحمد عقباها. لذلك ينبغي الموازنة. ما هي القواعد التي تحكم فرض الضريبة؟ طيب على أي أساس؟ كيف بنقدر ننظم عملية فرض الضريبة؟ أي نظام ضروري له قواعد وإجراءات معينة على أساس يعمل به. بدون هذه القواعد ما نقدرش نحدد السلوك، ولا نقدر نعمل نحدد ما هي المهام التي ممكن يقوم بها. لذلك النظام الضريبي كغيره يخضع لمجموعة من القواعد لكي يحقق النظام ما يهدف عليه، سواء أهداف اقتصادية أو مالية وغيرها. لذلك يمكن تعريف قواعد الضريبة بأنها مجموعة من القواعد التي يمكن أن يسترشد بها المشرع المالي، وهو بصدد إعداد النظام الضريبي للدولة لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة. وتشمل قاعدة العدالة وقاعدة الوضوح وقاعدة الملائمة وقاعدة الاقتصاد في النفقات، كذلك قاعدة إمكانية التطبيق والمرونة وقاعدة الاستقرار. وبنتناول القواعد كاملة شرح. طبعا انا بحاول انتم بتلاحظوا، ما اتمنى انه ما يحصلش ملل، لانه هذا الفصل هو نظري لكن هو مهم جدا، لانك بتبنى عليه فهم. بعد ما تفهم كيف بيعمل النظام الضريبي، بعد نخوض في التفاصيل كيف بيتم المعالجه المحاسبيه لهذه الضريبه. لكن كيف فرضت؟ ليش هذا النوع من الضرائب عمل بهكذا؟ ايش معنى انه كيف يحقق؟ هل انه الامر مفتوحه ان نرفع الضريبه كمشتي، ولا ضروري هناك عوامل وظروف ضروري ناخذها بعين الاعتبار؟ كذلك ما هي القواعد، ما هي الاجراءات التي اخذها بعين الاعتبار لفرض مثل هذه الضريبه؟ وهذا سنتناوله بشكل تفصيلي فيما يلي. اولا قاعده العداله. قاعده العداله تقول انه لكي يكون النظام الضريبي جيد مقبول من قبل المكلف يجب أن يتصل بالعدالة، معناه أن يشترك جميع رعايا الدولة في نفقات الحكومة كل حسب مقدرته. الذي ما بش معاكد ما بيشتركش، الذي لا يوجد لديه دخل ما بيشارك، كلا حسب مقدرته، وكلما ارتفع الدخل كانت حصته أكثر. ولكن لا يعني ذلك أن لديه منافع إضافية مثل غير عن المواطن الآخر، لا، مثل المواطن الآخر. وترتبط قاعدة العدالة بقدر الإمكان بالمنفعة الحدية لنقول. لذلك 10,000 عند الغني مش هي نفس 10,000 الذي عند الفقير. الشخص الذي هو دخله محدود يكون 10,000 عنده حاجة كبيرة، بينما دخل الغني 10,000 لا شيء. وهذا ما نسميها بالمنفعة الحدية، الحالات الإضافية من النقود. فتزداد المنفعة الحدية للنقود كلما قلت النقود والعكس. أقول لك بمعنى أن المنفعة الحدية للنقود عند الفقير أكبر من المنفعة الحدية عند الغني، أي أن الريال الذي يحصل على شخص محدود الدخل له قيمة تفوق قيمة الريال الذي يحصل على شخص يتمتع بدخل مرتفع، وتتحقق العدالة من خلال العدالة الرأسية. إذن هذا بشكل عدالة واضح. بالنسبة للعدالة الرأسية يقصد بها معاملة المختلفين ضد ظروف معاملة مختلفة، بمعنى أن الأفراد الذي تختلف مقدرتهم التكليفية يتحملون نفس العبء، وكلما زادت مقدرة المكلف المالية كلما ارتفع دخله كلما زادت الضرائب المقتضعة منه. ولكن كلما قلت مقدرة المكلف المالي كلما قلت الضرائب. إذن في علاقة طردية، أقول لك هناك علاقة طردية بين مقدرة المكلف المالية والضرائب بكل إصح. ليش صح؟ لأنه كلما زاد مقدرة المكلف المالي زادت الضريبة عليه.
العدالة الأفقية. ما معنى العدالة الأفقية؟ معاملة المتشابهين في الظروف معاملة متشابهة. يعني أنت دخلك 100,000 وهذا دخل 100,000، خلاص تكون الضريبة المقتضعة مثلاً 35,000، 20,000، معاملة متشابهة. معنى أن الأفراد الذي تتساوى مقدرتهم التكليفية يتحملون نفس العبء، أي يدفعون نفس المقدار من الضريبة. إذن هنا العدالة الضريبة هي المعاملة المختلفة عن فرص الضرائب للمكلفين المختلفة. قبل ما أمشي للعدالة حبيت أن أنا أرجع شوية في نقطة سهت عنها فيما يتعلق باستخدام الضرائب كأداة. مثلا هنا عندنا أنا الآن موجود في الهند، لاحظت استخدام يعني الضريبة بشكل احترافي وبشكل قوي جدا، معتمدة على الضرائب بشكل كبير. اللي هي الهند لديها موارد زراعية، ليست دولة نفطية، تستورد نفطها من الخارج، ولكن لديها تحدي كبير لعدد السكاني كبير جدا جدا جدا، في حدود 1,250,000,000. طيب كيف بتدير؟ طبعا لا قبل عام 1990 للثمانينات كان معاهم كل شيء مأمم، كل شيء تبع الدولة، وبعدها دخلوا للخصخصة ودخلوا في منظمة التجارة العالمية وانفتحوا على العالم. ولا كان اقتصاد مغلق، كان اقتصاد الهند اقتصاد مغلق إلى بداية إلى نهاية الثمانينات. طبعا الآن الصناعة في الهند، اعتمدت قاعدة الانفتاح للعالم واصبحت عضو مثلا في منظمة التجارة العالمية، معناته تنفتح، تفتح أسواقها، بتفتح دولتها، تستقبل وبتقلل من الضرائب المستوردة، لأنها بتوقع على اتفاقية اللي هي الجي اي دبل سي. لذلك الآن الدولة منتجة من أصغر منتج إلى أكبر، من المسمار إلى الدبابة إلى الطائرة إلى المركبات الفضائية والأنظلة الفضاء. السبب أنه الآن أنه منحوا، أولاً استخدموا الضريبة في استقطاب الاستثمارات الخارجية. مثلاً سامسونج، أنا معهم مصنع في الهند، جميع الإلكترونيات بشكل عام تصنع في الهند للإنتاج المحلي. أنا أتكلم لك الآن للإنتاج المحلي. السيارات كافة أنواعها من عند المرسيدس وما دونها، مرسيدس مصنع في الهند، بي ام دبليو مصنع في الهند، الأودي، الجاكوار، كل السيارات الفارهة، بالإضافة إلى جميع أصناف التويوتا، السوزوكي، الهوندا، الهيونداي، بالإضافة إلى الشركات المحلية المصنعة الذي أمثال تاتا وأمثال كثير، شركة هندية كثيرة. طيب إذن تلاحظ أن قيمة السيارة التي تصنع محليا رخيصة مقابل أنك لو تشتريها من الخارج، رخيصة جدا. لذلك ايش عملوا هم طبعا عندما وقعوا الاتفاقيات مع هذا المصانع هذه فكرت بجدوى ان انا افتح مصنع خصيصا لمليار و100 هين، مليار و100 هين، افتح لي مصنع، مش مصنع واحد، اذا حصه كبيره، بحيث انه انا ما بضر شيء بالمصانع الاخرى. طبعا هتكون التكلفه الانتاجيه في الهند قليل، ليش؟ المواد الخام هنا متوفره وبكثره، هذا الشيء الاول. ثانيا العمالة رخيصة، طبعا مدربة وماهرة، إذن التكاليف بتكون منافسة. فيما لو دخلت السوق العالمية مثلا وردوا تويوتا من الانتاج الذي موجود في الهند، أي ضرب السوق العالمية مشكلة. لذلك هم معاهم للاستهلاك المحلي، ما يسطرش للخارج بالنسبة للشركات هذه، وهذا شيء جيد للدولة كدولة. أولا الدولة شغلت أيدي عاملة، تخيل كم مصانع وكم موظفين الأول. الشيء الثاني كم ضرائب. الشيء الثالث الأموال ما بتخرج للخارج، تكلفة الاستيراد كاملة. صح إن في أرباح
للشركات الأم التي هي في الخارج تدخل، لكن هي بتخضع للضريبة في النهاية. فيما لو تم الاستيراد من الخارج تكون التدفق الأموال الخارج والميزان التجاري بيكون فيه اختلال. طيب هذا النقطة. ثانيا لو تجي مثلا في وسائل التواصل بالنسبة للبايكات من عند السكوتر إلى المطرات، يسموها المطرات، المطر الكبير والمطرات الصغيرة اللي يجي تماما، فئات وشكال وشركات عديدة، هوندا، هيوندا، سوزوكي، كل الشر، لا ما فيش هونداي بلا هوندا وسوزوكي وما أدري إيش الشركة الثانية. المهم وبشركات إبسي ومدري ما وبكي تي أم وبرويال إنجن وبكثير. طيب طبعا الاستهلاك للمطرات في الهند بشكل تواصل سكوتر هذا بشكل كبير جدا نتيجة لارتفاع تكلفة النفط. إذن في تنافس ما بين سوق البايكات وسوق السيارات. طيب أنا مرة تكلمنا إحنا والبروفيسور زهر الدين والدكتور في الإحصاء إيش قال في الاقتصاد؟ قال الدولة خفضت، لا حصل ضغط من قبل المصنعين حق السيارة. ليش دكتور؟ ضغط على الحكومة إنه الإقبال على المنتجات المصانع أصبح قليل جدا، الناس بيشتروا إيش؟ البايكات، لأن في معاكم البترول غالي لأنه بيستورد من الخارج وعادوا مش مدعوم بيفوت بس يردوا عليه في على الضرائب من الدولة. طيب إيش طلبهم هون المصانع؟ قالوا إحنا طبعا مش من مصلحتها المصانع ولا تخلي الحبل على الغارب، ممكن تخليه مثلا نقول شو انتوا في السوق وانتوا نافسوا، لا الدولة هنا بتحاول تحافظ على رأس المال هذا ورأس المال هذا، هي بتحاول تعمل توازن، لانه اذا اغلق المصنع اغلق المصنع معك كم عشرات الالاف قد توصل الى مئات الالاف الموظفين قد تحرم من ضرائب، فايش تعمل الدولة؟ تخفض الضرائب على مصنعي ومنتجي السيارات. خفضت الضرائب على منتجي، بالتالي سعر السيارات ما ينقص، بينما أسعار البايكات بتستمر على أيش السعر، لأن وجهت المستهلكين إلى أيش؟ إلى السيارات، وبالتالي رفعت من إيرادات المصانع، ساهمت في استقرارها وبقائها، ما عاد فيش أبقى من جانبهم أي تذمر أو شكوى. تلاحظ انه مثلا كأداة ساحة تعمل توازن وتوزيع ما بين القطاع هذا والقطاع هذا والقطاع هذا، هذا من النقاط ايش ايضا المهمة التي تستخدمها الهانة في الهند كمثال على إدارة استخدام الضريبة كأداة لتحقيق الأهداف. تكملنا من قاعدة العدالة، نرجع كيف نحقق العدالة. في نقاط كثيرة تحقق أن تكون الضروبة الضريبة عمومية، عمومية كيف عمومية؟ يعني تفرض الضريبة على جميع أنواع الدخول بدون استثناء، أي دخل يتأتى لجميع أفراد المجتمع في أي فئة من فئات المجتمع استفادوا من خدمات الدولة كذلك هم دفعوا ضريبة. طبعا الشخص الذي لديه دخل، وبالتالي كعمومية هي مفروضة على الناس كلهم، معفاة الشخص الذي ما فيش مثلها مثل الخدمات تقدم للناس كلهم بدون استثناء سواء ساهم بدفع ضريبة أو لم يساهم. تصاعد سعر الضريبة، تصاعد بمعنى إعطاء الشرائح، تعمل حد أدنى هذا فيه معفاة سكن، ومن فوقه مثلا بتكون 15% وبعدين تستدد الضريبة أخرى. إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة وهو الحد الأدنى، يعني مثلاً 100,000 هذا ما يحصلش عليها ضريبة. الإعفاءات للأعباء العالية والتي تعني منح الإعفاءات الضريبة باختلاف الظروف، المكلف العازب غير المكلف الذي يتزوج وهكذا. إعفاءات الظروف الاجتماعية، مراعاة الظروف الاجتماعية حتماً
يعني مثل الاخر قد يخل بالمقدره المقدره التكليفيه مقارنه بالشخص الاول، يعني ظروف اجتماعيه احيانا قد في مرض بالعائله بيستهلك قدر كبير من الدخل، وبالتالي بتكون صعوبه كبيره في انه يسدد الضرائب. لذلك ضروري هذا تحقيق العداله ضروري ان تؤخذ بعين الاعتبار. قاعده الوضوح، معنى الوضوح في التشريع الضريبي تكون النصوص واضحة جلية غير قابلة للتعويل أو للتفسير، لا تحتمل أكثر من معنى، أن تكون اللائحة التنفيذية والتعليمات والمذكرات والوضيحة متفقة مع روح النص، أن تقوم مصلحة الضرائب بإعداد نماذج سهلة لكي يستطيع المكلف فهمها وتساعده على استيعاب نصوص القانون الضريبي. واضح الكلام؟ إن شاء الله يكون واضح. طبعا فعلا اول قاعده هي العداله. شكرا يا روعه. قاعده الملائمه، ما هي قاعده الملائمه؟ يقصد بهذه القاعده ان تكون الضرائب المفروضه ملائمه للمكلفين بحيث تفرض بشكل يراعي ظروفهم واحوالهم مما يجعل عمليه دفع الضرائب سهله ومقبوله لتحقيق العداله، ان يتلائم توقيت التحصيل مع موعد تحقيق الدخل، أن يتسنى المكلف القيام بالسداد في الوقت المناسب بدون إحساس بتعبها، السمح بالتقسيط مثلا مش معقول يجي يفرض عليك ضريبة في بداية في نص الشهر ما قد استلمت الراتب أو يعني وما قد قبل ما تنتهي السنة المالية مش منطق، أن يتلائم توقيت التحصيل مع موعد تحقيق الدخل بحيث يتسنى المكلف القيام بالسداد، السمح بالتقسيط على فترة تتناسب مع السيولة النقدية المتاحة للمكلف، أحيانا ما فيش سيولة، أن يتلائم موعد تقديم الإقرار الضريبي مع ظروف المنشأة بحيث يترك للمكلف الموعد تقديم إقراراته الضريبة حسب الظروف، التيسير على المكلفين بإنشاء إدارة ضريبية قريبة منهم حسب المناطق الجغرافية، مش يطلع لا صنعاء يسدد، كل منطقة يكون فيها إدارة ضريبية تساعد في عملية السداد. قاعدة الاقتصاد في النفقات، هذا خاصة بالإدارة الضريبة القائمة على عمل الضريبة، لذلك عملية الجباية ضروري. إذا كانت التكلفة من العائد، قول المثل اليمني، إذا كانت السيرة ما تنفع فالجلسة ما أضطر، إذا كانت بتنفق أكثر مما بتحصل ضريبيا يعني، وبالتالي إذن أيش الجدوى من هذا؟ ذلك أحيانا لجان الطاعن والمحاكم وكل مرحلة نفقات، لذلك وجب تخفيض هذه النفقات إلى أقل حد ممكن حتى لا تفقد الضرائب أهميتها كمورد من موارد خزينة العامة للدولة، وتتحول بدل ما هي مورد تتحول عبء من أعباء الموازنة. لذلك ممكن تتحقق قاعدة الاقتصاد من خلال كفاءة الإدارة التنفيذية، استخدام مثلا الحوسبة بشكل كبير يمكن يخفف فيها الأعمال، الإقلال من الدفاتر والمستندات قدر الإمكان لأنها بشكل تكلفة كبيرة. ترتبط قاعدة الإقتصاد بقاعدة الملائمة، وكلما كانت الضريبة أكثر ملائمة للتحصيل كلما أدى ذلك إلى قلة النفقات، لأنك ما بتدخلش في كلاش، ما بتدخلش أنك في صراع أنت والمكلف يطلب منه يستدعي الأمر أنك تقضي عليه حملة، تخرج عليه تنفيذ من الدولة أو تشتري قابلة في المحكمة أو أي شيء من هذا القبيل. قاعدة إمكانية التطبيق، يكتب قاعدة إمكانية التطبيق أنه عند وضع أي قانون ضريبي يمر القانون الضريبي إنه هل هو قارب للتطبيق في الواقع العملي؟ هذا هو. إنه قابل للتطبيق أيضاً على جميع فئات المجتمع، تحقيق العدالة، الحد من التهرب الضريبي وما إلى ذلك. قاعدة المرونة، أي أنه عند وضع النظام الضريبي يجب مراعاة أن يكون التغيير في الحصيلة الضريبية مسبوقاً بتغيير زيادة في الدخل القومي، يعني إذا كان هناك زيادة في الدخل القومي معناتها الحصيلة الضريبية عزيت، إذا كان هناك انخفاض في الدخل القومي للدولة ككل معناتها إيش؟ إنه في يعني إنه هناك انخفاض في الحصيلة الضريبية، إذن في مرونة. قاعدة الاستقرار، أن تكون القوانين والتعليم ثابتة ومستقرة، مش كل سنة معنا قانون، كل سنة معنا تغيير ولا ذلك. أنواع الضرائب، شوف الآن إحنا بنبدأ بدأنا بشكل كبير، كلما مشينا أكثر كلما ضاقت المساحة، كلما ضاقت بنبدأ الآن بموضوع بشكل مركز
الآن وصلنا إلى أنواع الضرائب. تكلمنا عن كيف أول حاجة من تاريخ هذا والفرق، بعد رجعنا للتعريف، الفرق بين الضريبة والرسم والثمن، بعد تكلمنا عن الزكاة، رجعنا تكلمنا على القواعد كيفية عملها وكيف تنظيمها، علاقة القوانين والضرائب. الآن وصلنا إلى بعد تعريف الضريبة خصائصها، الآن وصلنا إلى إيش أنواع، تكلمنا عن المحاسبة الضريبية، الآن أنواع الضرائب. ما هي أنواع الضرائب؟ في ضريبة مباشرة، في ضريبة غير مباشرة. من يقول لي إيش الضريبة المباشرة وإيش الضريبة غير المباشرة قبل ما نبدأ في الشرح؟ على أساس نعمل لكم شوية نفرش ريش ريش من قد أنا تخيل قد أنتم كلهم نو. هذا الأونلاين يحتاج إلى نوع من الانتراكتيف، يعني يكون في تفاعل. من 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 بيتكلم؟ المباشرة تكون الصناعية والتجارية، والغير مباشرة يكون فيها طرف ثالث كالمستهلك. الغير مباشرة تكون تكون فيها طرف ثالث، المباشرة تكون على الصناعية والتجارية. انت قد مشيت للأخير. طيب حلو، ممتاز، كلامك ممتاز. اشتي كلام، اشتي كلام دقيق. لا لا لا، ممتاز يا كيمو، ممتاز جدا، ما فيش مشكلة، رائع جدا، اشكرك. نشتي مشاركة من الآخرين. من يعطيها بشكل آخر؟ ايش معنى ضرائب مباشرة؟ ايش معنى ضرائب بسهولة؟ نعم، الضرائب المباشرة اللي هو أساس أن يكون الشخص خاضع للضريبة نفسها، يعني مسجل، يعني الذي يدفعها الشخص المكلف بالضريبة. أيوة. تقصدي هذا؟ أيوة. والغير مباشرة؟ الغير مباشرة هو ممكن أنه يدفعها، لكن لما يجي مثلا يعني يستردها من شخص آخر. ممتاز جدا، شكرا جزيلا إيراء، شكرا. فعلا المباشرة تستقر على الشخص الذي هو مكلف بالضريبة، بمعنى ما فيش أي ضرب ثالث بيدفعها. وأقول لكم ليش، ليش تقولوا بقى واحد منكم بقى يقول ليش، ليش احنا بنفعل فيها مباشرة وفي غير مباشرة؟ ليش ما كل الناس تبقى مباشرة وأخذها بشكل مباشر؟ من هذا الذي يرسل؟ أرسل الضرائب المباشرة، فإن دافع الضريبة يتحمل عبئها بخلاف الضرائب غير المباشرة، حيث يختلف الشخص الذي يدفعها عن الشخص الذي يتحملها. شكرا يا ابتسام، ممتاز جدا، شكرا جزيلا. ألا فعلا، لذلك قد يتبادر سؤال للذهن، لماذا يتم ضرب فرض ضرائب غير مباشرة؟ طيب ما هم خذ بشكل مباشر والسلام، ليش عاد احنا بنجيب طرف ثالث يدفع عنا الضريبة وبعد احنا نرجع نسترد، والشخص الثالث يرجع يستردها؟ الأمر يعني بسهولة، بسهولة الضرائب المباشرة بتفرض على الدخل بشكل عام، أي شخص مع الدخل بنفرض عليه، لكن أحيانا احنا ما بنقدر نفرض الكل مثلا، لكن الضرائب غير المباشرة بتفرض مثل الضرائب التي بتفرض على السلع والخدمات. الضرائب على السلع والخدمات من الذي بيدفعها؟ احنا ما بنشعر، احنا بندفع السعر، لكن في النهاية هو احنا السعر اصلا قد من ضمن مبلغ الضريبة، احنا المكلفين احنا، لكن احنا ما بنتعاملش مع مصلحة الضرائب بشكل مباشر، بيدفعها التاجر. فين يدفعها التاجر؟ عند الاستيراد او عند المصنع في المصنع، تستقطع من المنبع، تستقطع من المنبع، لكن يقوم بعدين يستردها كإضافة إلى إيش؟ إلى سعر السلعة، وبالتالي تستقر علينا. هذا بمعنى أنه غير مباشر. أما الضرائب المباشرة فهي التي تفرض على المرتبات والأجور، مثلها أيضا ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، الضرائب العقارية، وهذه موجودة في الجزء الثاني، وموجودة بقى نخذ جزء كبير من الجزء في الجزء الأول. إذن الآن نفهم كيف نقدر نفرق ان هذا ضريبة مباشرة وهذا ضريبة غير مباشرة، على اي اساس استند المشرع؟ ما هي المعايير؟ ايش المعايير التي استند عليها المشرع؟ قال لك في معانا معايير للتفرقة بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة. طبعا هنا كلمة الغير ماشي مطمنة، لان غير يعتبر
لا تدخل عليها إلا التعريف لأنه مش هو اسم. إذا الصح لغة عربية يكون غير المباشرة وليس الغير مباشرة. ال ما تدخل إلا على الأسماء. معيار نقل العبء الضريبي. طيب أيوة يا كيمو، معيار نقل العبء الضريبي. إيش معنى معيار نقل العبء الضريبي؟ كيف يعني كيف نقل العبء الضريبي؟ قال إنه إيش؟ يقوم على فكرة استقرار الضريبة على المكلف بها أو انتقالها إلى شخص آخر غيره يتحملها بشكل نهائي. يعني إذا هو شوف معيار نقل العبء الضريبي بيكون خياري، يا ما إنك تقدر تنقله أو ما بتقدرش تنقله. إذا أنت غير قادر على نقل العبء الضريبي، إذا بتكون الضريبة عليك إيش؟ مباشرة. بينما إذا كنت غير قادر على، عفوا، إذا كنت قادر على نقل العبء تاني بتكون إيش؟ ضريبة غير مباشرة. هنا قال كيمو قال نقل عبها لشخص ثالث، أسماء قالت يعني لا يمكن تبع الضريبة لشخص آخر ضريبة غير مباشرة. روعة قالت إذا قدر أنه ينقل العب التاجر يدفعها لمصلحة الضرائب وبعدين يضيفها مع مبلغ السلعة. ممتاز جدا كلكم ما شاء الله، طرحتوا طرح رائع. فعلا إذا كنت أنا أنا أقدر نقول العب إلى غيري هي غير مباشرة، إذا دفعتها واستقرت علي في النهاية بشكل تعتبر مباشرة. وبنقول في شكل تفصيلي سنتناوله ماذا نعني بكلمة مباشرة وماذا نعني بكلمة غير مباشرة وصور الضرائب. لذلك بالاعتماد إلى هذا المعيار تكون الضريبة المباشرة إذا دفعها المكلف مباشرة واستقرت عليه لا يستطيع نقل عبئها، معنى أنه في الضرائب المباشرة تجب الضرائب من المكلف الأصلي، هذه ضريبة مباشرة، ويحذف كل وسيط منها، ما فيش أي وسيط. مثل ايش؟ طيب يقول واحد مثل ايش؟ مثل ضريبة المرتبات والأجور، هل يقدر يحمل غيره ضريبة المرتبات والأجور؟ لا. الضريبة على المهنة الحرة، المهندس، المحاسب، الطبيب، المحامي، مهنة حرة، هل يقدر ينقل العب مع مكتب ومعارفين كم دخله وبايدفعه ما يقدر ينقله للثاني؟ واضح؟ الضرائب على الدخل من الاستثمار رأس المال هي ضريبة على العقارات الذي بيأخذه شهر من السنة، معك عمارة، معك شقة بتأجرها فالشهر ب30,000، عليك إيجار 30,000 في السنة، سلم للضرائب إيجار شهر، هذا الضريب. وإذا كان مؤثث بيختلف لأنه بيحصل على تضافر شيئا، الأثث قدو بعدها بيدخل في ضريبة ثانية. الضرائب على الدخل من الاستثمار رأس المال مثل الضريبة على العقارات والضريبة على رؤوس المال الأموال المنقولة. الضريبة على الدخل الناتج من تضافر رأس المال العامل والعمل، رأس المال العامل والعمل مثل الأرباح التجارية والصناعية. إذن هذه تعتبر ضريبة مباشرة، فأخذك وتأخذ الضريبة عليك. إذن تجبى من المكلف الأصلي ويحذف أي وسيط منها. طيب تكون الضرائب غير مباشرة وفق المعيار نقل أو تحمل عبء الضريبة عندما يدفعها المكلف يدفعها ثم يقوم بنقل عبئها إلى شخص ثالث الذي هو متحمل الضريبة الأصلي. وهذا يعني أنه يوجد وسيط بين متحمل الضريبة والإدارة الضريبية. من هو هذا المكلف الذي يقوم بتوصيل الضريبة من الشخص الثالث توردها للإدارة الضريبية؟ من هو؟ مثلا التاجر هو بيقوم بدفعها وبعدين بتستقر في النهاية على المستهلك كإضافة إلى سعر المنتج أو السلعة. مثل إيش؟ يعني يوجد وسيط بين متحمل الضريبة والإدارة الضريبة بالنسبة لغير مباشرة. فعلا كلام صحيح، شكرا. الضرائب الجمركية تعتبر صورة من صور ضريبة مباشرة، بيدفعها في الجمارك لكن هي بتضاف إلى قيمة إيش؟ السلعة. ومن الذي بيدفعها؟ المستهلك النهائي. إذن هنا غير مباشرة، نقل العبء.
التي تفرض على السلع الواردة من الخارج، طبعا هذه هي الضرائب الجمركية تفرض على السلع الواردة من الخارج، يقوم بدفعها المستورد ثم يقوم باستردادها من المستهلك الذي يشتري السلعة المستوردة. واضح؟ الضرائب على الإنتاج وتفرض على السلعة المنتجة محليا والتي يقوم بسدادها المنتج ثم يقوم باستردادها من المستهلك بإضافتها إلى ثمن السلعة. يعني معيار واضح خلاص قيس عليه وبتقدر تفهم. الضرائب على الصادرات يعني أنا لو جبت لكم كل الضرائب هكذا خلقتهن وجبتهن لكم في 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 بين جدول وقلت لكم قوم بفرز الضرائب الآتية ما بين مباشرة وغير مباشرة، أنت خلاص ما عاد يحتاج إنك تحفظها، ما يحتاج إنك تحفظها. والله هذه ضريبة المرتبة والأجور، من الذي بدفعها وما بش غيره؟ هل بيستطيع نقلها؟ والله لا، إذا هذه مباشرة. طيب ضريبة المرتبات الأرباح التجارية والصناعية، هل بيستطيع نقول عبئها؟ صح؟ ضريبة الجمركية إذا غير مباشرة. ضريبة المهنة الحرة مباشرة وهكذا. إذا الضرائب على الصادرات تفرض على السلع المصدرة وبعدين نضاف ضمن السعر. الضرائب على المبيعات تفرض على السلع التي يتم بيعها بنسبة مئوية من قيمة المبيعات ويقوم البائع باستقضاءها عند البيع بتحميلها على ثمن البيع ثم توريدها إلى مصلحة الضرائب. إذا هذا المعيار. طيب في سؤال يتبادر إلى الذهن وهذا مطلوب منكم تجاوب يعني بس هو شوفوا مش ذا الحين اختراع ولا تعجيز. فكروا في حالة ما بينطبقش عليها هذا المعيار. لا يفيد معيار نقل عبلة الضريبة في جميع الحالات التفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة. متى بيحصل مشكلة؟ ايش الذي بيحصل مشكلة؟ انه مشكلة في إذا كانت الضريبة غير مباشرة ودفعها مثلاً أنا مكلف دفعت ضريبة للدولة، أنا إيش تنقول هذا الذي خلفي للذي هو المستهلك النهائي؟ ما قدرت. إذن هنا أنا بتقرب لكم الآن. هنا معيار نقل العبئة الضريبي ما بيعملش، وهذا تعتبر من إيش؟ من عيوبه. طبعاً في ظروف معينة. متى تحصل؟ طبعا لا يفيد نقل عبء الضريبة في حال. أنا بوضح لكم كالتالي. الله يحفظك يا كريم، شكرا على تلطيف الجو. أيوة طبعا والله إني كنت اشتخلي هذا عليكم تكليف للبيت، أنا أسف تذكر لكن أنا داري أنتوا عد عممو. طبيعة السلعة الخاضعة للضريبة، أحياناً تحكمك طبيعة السلعة الخاضعة للضريبة كيف؟ فإذا فرضت الدولة ضريبة على إنتاج سلعة معينة فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع ثمنها. طيب فإذا اشتراها شخص ما انتقل عبء الضريبة إليه، هنا ما فيش مشكلة لحد الآن. خلنا نعمل الهايلايت على أساس توضح لكم الفكرة، نوضح أين احنا بالضبط. الضريبة هي على أي سلعة معينة. طيب هذا السلعة المعينة اشتراها شخص وانتقل العبء إليه، خلونا ننقل هذا الشريط هذا حان عندي، انتقل العبء إليه ما فيش مشكلة، هنا مشكلة. لكن أين المشكلة تظهر؟ يعتمد قال في عندما يكون في مشكلة في مرونة الطلب، لأن سعر السلعة قد ارتفع لأن الضريبة كثيرة، وبالتالي إذا كان الطلب غير مرن بمعنى أن إيش السلعة ما بتاعتش، فإن ذلك لن يؤدي إلى استغناء، ضرب ما يستغنوا المستهلكين عن السلعة هذه، وبالتالي هنا في خلل اختلاف. إذن أصبح الغير مباشر، أصبح إني بتستقر الضريبة عليه ما بقدر أبيعها، لذلك يكون نقل الضريبة فيها يعني صعب، ما بقدرش نقولها. لكن في حال الطلب مرن مثل الطلب على السلع الكمالية، الطلب المرن بمعنى بتستجيب لسعر السوق، إذا سعرها غالي ما بشتريش، إذا هو غير مرن قد أنا بشتريها ما معي إلا الحاصل. فكروا بمعنى غير مرن، المرونة في الطلب
معنى إذا شفت سعرها مرتفع إن أنا بتوقف عن شرائها وبعزف إلى شراء منتج بديل أو أتوقف عن شرائها. بينما إذا كان الطلب غير مرن، الطلب غير مرن معنى إنه إيش؟ بشتري حتى لو ارتفع سعره. فعندما يكون الطلب غير مرن هذا بيكون إيش؟ عملية النقل سهلة. بينما عندما يكون الطلب مرن معنى عملية الشراء تعتمد على إيش؟ البريفرنس حق الذي هو تفضيلات المستهلك نفسه. أيوة لحظة خلني أتابع على هذا. طيب مثلا لو السلعة هذه موجودة عند تاجر ثاني بسعر أقل، فأنا بروح أخذها من التاجر اللي سعره حلو. هنا معناه في الطلب مرن، هنا الطلب مرن في المثال حق روعة الطلب مرن، بأخذ بالبديل. فهنا في مشكلة، أنا بتواجه مشكلة وبالتالي بيدفعها هو، بيدفعها المكلف، ما عاد يقدر ينقلها لأن قد المستهلك عزف عن شرائها. نجود إيش كتبت؟ لما يكون فيه مرونة بالسوق بيتحملها التاجر أكثر. بالضبط، فعلا عندما يكون فيه مرونة في الطلب، المرونة معناه أن أنا ممكن خلاص أحجب عليها، إما أن أنا أروح بديل آخر أو أننا نتوقف عنها. لكن عندما يكون غير مرن، الطلب غير مرن، بضطر أن نشتريها. غير مرن قالت روعة، غير مرن عند السلعة الضرورية بشتريها حتى ولو غالية. شكرا جزيلا، كلام دقيق واضح. لذلك ارتفاع سعرها بسبب الضريبة قد يؤدي إلى امتناع الأبراد. لذلك هذه النقطة مهمة جدا، ارتفاع قد يؤدي إلى ارتفاع إلى امتناع الأبراد عن شرائها، فلا ينتقل العبء الضريبي إلى المستهلك بل تتحملها المكلف بصورة نهائية. واضح؟ لذلك مما سبق نستنتج أنه قد تصبح الضرائب المفروضة على السلع الضرورية من الضرائب غير المباشرة لأنه يسهل نقلها. مثل ما قالت روعة، قالت أنه عند السلع الضرورية قد يكون النقل خلاص مهم، النقل سهل لأنه ضرورية بايشلوها حتى لو سعرها مرتفع. بينما الضرائب المفروضة على السلع الكمالية من الضرائب المباشرة لاستقرارها على المكلف. إذن عندما يقول لك واحد مثلا سؤال، يعني مثلا مدى صحة العبارة الآتية، هل العبارة الآتية صحيحة ولا خطأ؟ السلع الضرائب المفروضة على السلع الكمالية ضريبة مباشرة. قد تكون، ما تقولش إنه بشكل مطلق، ما يصلح تقول مطلق، لأني قد ينقلوا، لأن مش كل السلع الكمالية، يعني لو أقول هذا لا يحتمل الصحة ولا الخطأ، لكن أقول قد تكون الضرائب المفروضة على السلع الكمالية من الضرائب المباشرة. قد صحيح، معناها تكون صحيحة. نعم قد تكون مباشرة لأن التاجر يواجه صعوبة في نقلها. عندما أقول لكم قد تكون الضرائب المفروضة على السلع الكمالية مباشرة، القاعدة لدينا هي غير مباشرة لأن التاجر يقدر ينقلها، لكن قد تكون فعلا قد تكون في السلع في حالة السلع الكمالية، لكن في ظل السلع الضرورية نقل العبء مضمون، وبالتالي بتكون ضرورة لن تكون إلا ضريبة غير مباشرة. لذلك لو أقول لكم قد تكون الضريبة المفروضة على السلع الأساسية ضريبة مباشرة، قل لي خطأ، لأنه في ظل الضريبة المباشرة الطلب عندي غير مرن، وبالتالي بشتري. كيمو قد تكون غير مباشرة إذا دفعها المستهلك عند الشراء. لا مش ما فهمتك. السلعة الضرورية تكون ضريبتها مباشرة فقط، أما الكمالية قد تكون مباشرة أو غير مباشرة. لا يا روعة لحظة، السلعة الضرورية تكون ضريبتها غير مباشرة فقط، أما الكمالية تكون مباشرة أو غير مباشرة. السلعة الضرورية تكون ضريبتها غير مباشرة بمعنى أن التاجر قادر على نقل عبئها للمستهلك تباع. شكرا. ايوه طيب، امكانيه استبدال السلعه. اذا النقطه الثانيه التي بتعمل لنا خلل
في موضوع النقل العبئة الضريبي، هي على افتراض خضوع جميع السلع للضرائب. طبعا السلع بتخضع للضرائب، امكانيه استبدال السلعه، وهذا الذي تكلمت عنها قبل شوي روعا، انه بروح لينا لسلعه اخرى. لذلك الافراد يفضلون استبدال السلع رخيصه الثمن بدلا من السلع غاليه الثمن، وتطبيق معيار نقل العبئه الضريبي تصبح الضرائب على السلع رخيصه الثمن ضرائب غير مباشره، بينما السلع الكماليه هذه غاليه الثمن بيكون احيانا قد تكون الضرائب فيها مباشره، لان المكلف لا يستطيع نقلها الى المستهلك. فعلا مشاعل قالت الكمالية يدفع ضريبة التاجر. كيف يكون مباشر؟ كيف يكون مباشر الكمالية؟ صلوا على النبي يا أخت مشاعل. الكمالية احنا بنقول السلع بشكل عام احنا قادرين على نقل العبها، وبالتالي الثابت لدينا وفق معيار نقل العبء الضريبي إنها غير مباشرة، لأنه أنا بتدفعها التاجر وبعدين أستردها من المستهلك. لكن أحياناً عندما يكون سعرها غالي الضريبة أضيفت إليها سعرها غالي، ويكون عندي الطلب عندي بيكون مرن. إيش معنى مرن؟ أن المستهلك قادر على أنه ما يشتري هذه السلعة، مش ملزم أنه يشتريها، بالتالي من بيتحمل بالضريبة؟ من بيستردها إذا ما حد شل، إذا لم يشتري أحد مني السلعة، من بيسترد الضريبة؟ استقر الضريبة عليها، وإذا استقرت الضريبة علي أنا دفعتها أنا ما قدرت استردها من المستهلك، إذا تعتبر هي مباشرة علي، ما عاد شيء غير مباشرة نقولها. وضحت مشاعل؟ من تكون وضحت؟ إذا إمكانية استبدال السلع أيضا هذا النقطة وضحتها روعة قبل ما نمشي لها، وهو أنه إحنا ممكن نروح إلى السلع إيش الأرخص ثمن. لذلك قاعدة العبء الضريبي، نقل العبء الضريبي في ظل السلع رخيصة الثمن بيكون أكثر عنه في ظل السلع غالية الثمن. طيب استخدام السلعة الخاضعة للضريبة، أحياناً أنك تستورد سلعة من الخارج ما تبيعهاش، تخذها وتستهلك أنت، في حال أنك استهلكتها أنت خلص بتصبح إيش مكلف ومباشر، ما عاد تنقلهاش للذي بعدك. إذن بتخذ السلعة للاستخدام الشخصي، وبالتالي أنا بتكون إيش مكلف مباشر. هذه بعض الاستثناءات على القاعدة. الظروف الاقتصادية أيضا تلعب الظروف الاقتصادية دور كبير في إمكانية نقل العبء الضريبي لا شخص هذا. مثلا ظروف الأزمات السكنية، مثلا لا يمكن المكلف الذي هو مالك العقار إضافة الضريبة العقارية إلى الإيجار تنتقل إلى المستأجر، بيضطر أنه يرخص الإيجار مهما كان. بالعكس لا يمكن للمكلف ظروف يزداد فيها عرض السكن نقل الضريبة فتستقر على نايين، لذلك يتحمل الضريبة مقابل تخفيض سعر السكن على أساس أنه في أزمة، وبالتالي الظروف الاقتصادية أحياناً قد تأثر. هذا بشكل يعني أعتقد أن احنا فصلنا فيه معيار نقل الضريبة، وهو مهم جداً لجل تفهم الضريبة كيف تكوينها. لذلك أنا فضلت أن هذا الفصل يكون فيه شرح شوية طويل من شان نؤيش نكون يبقى عندنا قاعدة أساس ثابت لفهم كيف بيدار الأمور. معيار ثبات المادة الخاضعة للضريبة طبعا أنا أعتقد هو المعيار الأكثر نسبة وضوحا وانسيابا، هو معيار نقل الضريبة. المعايير الأخرى أي حين قد تخذ معايير جيدة نأخذها. معيار ثبات المادة خاضعة للضريبة، هذا المعيار يستند على فكرة أنه المادة الخاضعة للضريبة تكون مباشرة عندما تفرض على عناصر ثابتة متطويلة. مثل إيش؟ الضريبة العقارية مفروضة على العقار، ظالما هو ثابت المتطويلة إذن هي تعتبر ضريبة مباشرة، وهو فعلا من دفعها صاحب العقار، إذن هذا القاعدة تصلح. الضريبة على الشخص الطبيعي عند مزاولته عمل حساب للغير ثابت، إذن فعلا فيه دخل أصلا داخل
مرتبه واجور، اذا بتدفعها. اذا فعلا هذا المعيار صحيح. متى تكون غير مباشره؟ عندما تفرض على عناصر عرضيه، مثل الضريبه على الاستهلاك. صح، فعلا عندما نستهلك هذا مشروع تعتبر ضريبه عرضيه مش ثابته، بالتالي تعتبر غير مباشره. اذا ايضا هذا يعتبر معيار من المعايير. لكن في استثناء، غير ان معيار يعني ثبات الماده الخاضعه للضريبه لا يفيد في جميع الحالات، لانه فوق هذا المعيار تصبح ضريبه التركه ضريبه غير مباشره، لانها عرضيه، على واقع عرضيه، وهي انتقال الثروه من الموروث الى ورثته، الا انها في حقيقه الامر ضريبه مباشره على راس المال، لانها تقطع جزءا من ثروه الموروث قبل وصولها للورثه. طبعا هذا ما بتطبقش في الجمهوريه اليمنيه، ولو حد طبق هذا الحين لا تقع مشاكل. عند انتقال الثروه في القانون الضريبي والتشريع الضريبي فيه هنا ضريبه. عموما ما علينا. طيب اللي بعده، المعيار الاداري. المعيار الاداري، المعيار الاداري فكرته انه ايش؟ وجود كشوفات. الذي مسجل عندي في مصلحه الضرائب هذا ضريبه مباشره عليه. الذي ما اعرفه ولا اللي سجل عندي فيه ضريبه غير مباشره. لو تجي مثلا نطبق هذا المعيار في الواقع العملي، قال تكون الضريبه مباشره اذا تم تحصيلها وفق الكشوفات معده توضح اسماء المكلفين بالضريبه وطبيعه الماده الخاضعه للضريبه ومبالغ الضريبه ومواعيد دفعها. مثل اسماء التجار، التجار المصنفين عندي مثلا المرتبات الكذا الكذا، بينما تعتبر الضريبه غير مباشره عند عدم وجود مثل تلك الكشوفات. هل تعرف جميع المستهلكين؟ المستهلكين هل هم معروفين؟ لا مش معروفين. وتطبيقا لهذا المعيار تعتبر الضريبه العقاريه والضريبه على المرتبات والاجور والضريبه على الارباح التجاريه والصناعيه من الضرائب المباشره، لانها ستحصل مقتضى قوائم اسمية، في حين تكون الضريبة الجمركية غير مباشرة لتعذر معرفة أسماء المكلفين بها مقدما أيضا. وهذا معيار من المعايير، لكن له استثناء. المعيار الإداري لا يسلم من النقد، بسبب أن بعض الضرائب المباشرة مثل الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة، هي الضريبة على أرباح الأسهم وفوائد السندات، تحصل بدون كشوفات، لأن السندات هي اسمية الحاملها، ما بش فيها اسم مذكور، ما بش اسم مذكور، تحصل بدون كشوفة أسماء من المكلفين. إضافة إلى أن هذا المعيار تنقصه الناحية العملية، لأن تنظيم أسماء المكلفين في قوائم أمر لا يتعلق بطبيعة الضريبة، بل يتعلق بالإجراءات الضريبية. لأنه ما ليش علاقة بالضريبة، لكن بالإجراء. أي أن مجرد إحداث تغيير في تلك الإجراءات تصبح الضريبة مباشرة، ضريبة غير مباشرة، وبالعكس. هذا أيضاً المعيار الثالث. بالنسبة للمعيار العملي، المعيار العملي اللي هو الرابع، هذا المعيار يستند إلى فكرة توقيت فرض الضريبة. متى فالضريبة تكون مباشرة؟ عند حصول المكلف على الدخل أو على رأس المال، وتكون الضريبة غير مباشرة عند استخدام الدخل. فكر في نقطتين، نعمل هايلايت، نأخذ اللون الأحمر. الضريبة تكون مباشرة عند حصول المكلف إيش؟ على الدخل، عند حصوله على الدخل أو رأس المال. طيب، وتكون الضريبة غير مباشرة عند استخدام الدخل. طيب كيف نوضحها؟ لحظة. بمعنى آخر، فالضرائب المباشرة هي الضرائب التي تفرض عند استعمال الثروة. وفقا لهذا المعيار كيف يكون طبقه؟ الضرائب المباشرة على المرتبة والأجور والمهن الحرة هي حصول أرباح تجارية وصناعية، إذا بتكون مباشرة، حصول على أرباح. واضح؟ تشمل الضرائب غير المباشرة الضرائب الجمركية، ضرائب الإنتاج، استخدام، ضرائب على المبيعات، استخدام لذلذل هذا. ومهما كان أي معيار مستخدم، إلا أن الكل من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة عدة مزايا وعيوب. طيب، هذا بالنسبة للمعايير الذي بنطبق أو بنخذ إيش؟ بنصنف الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة. ما هي مزايا الضرائب المباشرة؟ طبعاً أنا مشي بشكل سريع لأن قدرنا نلخصهم في نقاط معينة. الضرائب المباشرة أنها تحاول الربط على أساس مقدرة المكلف، لأنك ترتبط بالمكلف رأساً.
لذلك هي تستجيب لقاعدة العدالة توزيع الأعباء العامة نظرا لمراعاة هامة قدرة المكلف المالية وحالة الشخصية. من داري كم دخله ده عارف الشخص هذا مباشرة مرتبطة بشكل مباشر، تعتبر حصيلة الضرائب المباشرة ثابتة نسبيا لتوقع ثبات الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه. فعلا فعلا ثابتة نسبيا. أيضا يتم الرد على الأساس الشخصي، وبالتالي يمكن منح إعفاءات مناسبة في لأي اعتبارات اجتماعية أو غيرها من الاعتبارات. العيوب، عيوبها أنها تتطلب إدارة تنفيذية على قدر من الكفاءة والفعالية لمنع التهرب الضريبي، يكونوا محصورين عندها، محصور كم الدخل إذا شيء أي زيادة في الدخل وما إلى ذلك، تحصيلها لم يكن لا يكون بسهولة وتتطلب إجراءات إدارية معقدة. هذه بالنسبة للضريبة المباشرة. الضريبة غير المباشرة مزاياها سهلة التحصيل، لا تتطلب إجراءات إدارية للحصر والفحص والربط، لا بننزل ولا بنعمل مأمور ضرائب ولا شيء، بنستقطعها عند الميناء كم ما هي عليها، تدخل الميناء تقول هذا الجمارك وهذا الضرائب يلا. أين ما هو المصنع بينتج، نسير عند المصنع ونقول هذا ضريبة الإنتاج. إذن هي ما بتحتاج شيء، لا تحتاج إلى إدارة تنفيذية على قدر عالم التأهل، وكذلك غزارة في تحصيلها من ظهر المستهلك، بنأخذها من المكلف رأسا ويستردها ما بش عند المال. أهم عيوب الضرائب الغير مباشرة أنها لا تراعي الظروف الشخصية للمكلف البتة، وبالتالي تدخل بقاعدة العدالة الضريبية إذا لم يتم التمييز بين السلع الكمالية، إذا بالذات إذا لم يتم التمييز، إذا لم يتم التمييز بين السلع الكمالية والأساسية، نتفرض مثل هذا النوع من الضرائب بحيث أنه يفرضوا ضرائب مرتفعة للسلع الكمالية منخفضة للسلع إيش الأساسية أو معفاة لبعض الأساسية. معيار التفرقة بين الضرائب الشخصية والضرائب العينية. إذن هنا نتكلم عن الضرائب الشخصية والضرائب العينية. ما هي الضرائب الشخصية والعينية؟ هو شوف هنا هي نفس الضرائب، ما بيش غير معانا ضريبة المرتبات والأجور، ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، ضريبة المهن الحرة، ضريبة العقارات، بس لكل شيء تصنيف وفق غير مباشر ومباشر وغير مباشر. الآن شخصي وعيني، هنشوف كيف معيار التفرقة بين الضرائب الشخصية والضرائب العينية. يستند إلى مدى مراعاة الظروف المكلفة الشخصية عند ربط الضريبة، وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم الضرائب إلى شخصية وهي تراعي الظروف الشخصية للمكلف عند وضع التشريع الضريبي، وتحدد أهم العناصر الضريبية فيما يلي: كيف إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة، واقصد بالحد الأدنى اللازم للمعيشة ذلك قدر من الدخل المحافظة على الكيان الشخصي، أو يعني أنه يقدر يعيش حياة يعني لا بأس بها أساسية. الإعفاءات الأعباء العائلية، واقصد بها الإعفاءات التي يقرها التشريع الضريبي مقابل الأعباء العائلية التي يتحملها المكلف. خصم النفقات اللازمة للحصول على الدخل، ويقصد بذلك السماح للمكلف بخصم النفقات تكلفة ويكون على الربح، يحق له أنه تعتبر من المصاريف الواجبة الخصم التي تكبدها في سبيل الحصول على هذه الإرادة. التصاعد في سعر الضريبة، ويقصد ذلك عمل شرائع أو بمعنى سعر تصاعد يزداد كلما زادت المادة الخاضعة للضريبة. لو واحد يقول لي ما هي الضريبة التي تخضع لمثل هذا، ما هي أنواع مثل إيش الضرائب الذي مثلا تنطبق عليها الضرائب الشخصية؟ إذن إحنا تكلمنا عن الشخصية، قلنا أن يتراعي الحد الأدنى للمعيشة، الإعفاء للأعباء العائلية، وخصم النفقات اللازمة للحصول على الدخل، كذلك التصاعد في سعر الضريبة. ما هي الضريبة التي تنطبق عليها هذه الأشياء؟ مثل إيش؟ مثل الضريبة إيش؟ مش معنا غير 5 أنواع أو 4 أنواع بس فقط، بس إحنا بنعمل لها تصنيفات من وجهة نظر كذا ومن وجهة نظر كذا فقط. ما هي الضريبة التي تنطبق عليها؟ ضريبة شخصية، لا تجننوني، إحنا بنشرح من أول. ضريبة شخصية تنطبق عليها هذه النقاط: إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة، الإعفاء الأعباء العائلية، ضريبة الدخل. ممتاز جدا.
زادت الدخل، زادت المتجاكمة، ضريبة الداخل، ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، هؤلاء ضرائب مباشرة، ضريبة العقارات، هؤلاء ضرائب مباشرة بيدفعها الشخص المكلف، هذا تنطبق على الضرائب المباشرة، الضرائب الشخصية تنطبق على الضرائب المباشرة. شكرا. ثانيا الضرائب العينية، هي الضرائب التي لا تراعي ظروف المكلف الشخصية، مش ضريبة يلي عنده مثلا أمراض مزمنة أو كذا. هذه لحظة برجع لشيء مشاعر، لحظة، هذا سمة من سمات الضرائب، خاصية من خصائصها. الضريبة الشخصية إني بتراعي الخصم النفقة، الأعباء العائلية والحد الأدنى اللازم للمعيشة، وقد تأخذ في الاعتبار القضايا الشخصية مثل الأمراض المزمنة وما إلى ذلك، وهذا تكلمنا عليه سابقا. لكن أتكلم كضريبة شخصية، ضريبة شخصية أيش الذي مثل إيش معانا ضرائب خمس معددة في الجمهورية اليمنية، ما هي الضريبة التي تنطبق عليها شروط الضرائب الشخصية؟ قلنا ضريبة المرتبة والأجور، وضريبة العقارات، وضريبة المهنة الحرة، هذه أمثلة من الضرائب الشخصية. بالنسبة للضرائب العينية قلنا هي الضرائب التي لا تراعي ظروف المكلف، فتفرض الضرائب على الدخل بشكل إجمالي دون السماح بخصم المصاريف والأعباء التي تكبدها المكلف في سبيل الحصول على الدخل، علاوة على أنه لا يمنح المكلف الإعفاء، وأخيرا تفرض الضريبة على الوعاء بسعر نسبي. طيب أيضا هناك نوع آخر الذي هي الضرائب النوعية والضريبة الموحدة على الدخل. معيار التفرقة بين الضريبة النوعية على الدخل والضريبة الموحدة يستند إلى فكرة تجميع الدخول في وعاء واحد، أوفر الضرائب متعددة على كل نوع من أنواع مصادر الدخل، وعلى هذا الأساس تنقسم إلى قسمين: ضرائب نوعية على الدخل، حيث هذه الضرائب تقوم على أساس التمييز بين الدخول وفق المصدرها، ثم إخضاع كل مصدر بشكل مستقل للدخل نوعية مستقلة لها وخاص بها. تفرض مثلا ضريبة المرتبات والأجور وضريبة المهنة الحرة على الدخل الذي مصدرها العمل، هذه بتفرض عليها ضريبة الأرباح المرتبات والأجور وضريبة المهنة الحرة مصدرها العمل، بينما تفرض الضريبة العقارية على الدخل الذي مصدرها رأس المال، بينما تفرض ضريبة الأرباح والتجارية عفوا الأرباح التجارية والصناعية على الدخل الذي مصدره رأس المال والعمل معا. لاحظوا هذه النقاط واضحة وسهلة الفهم. مزايا الضرائب النوعية على الدخل، ما هي مزاياها؟ مزايا الضرائب النوعية على الدخل، النظام الذي تكلمنا عنه شوية انه مثلا العمل ضرائب المرتبة والأجور، ومعك ضرائب المهنة، رأس المال الضرائب العقارية، رأس المال والعمل الأرباح التجارية والصناعية، إيش مزاياها؟ نظام الضرائب النوعية له عدة مزايا: يحقق نظام اختلاف المعامل الضريبية لكل نوع من أنواع الدخل، بحيث منح الإعفاءات والاستقطاعات أو تطبيق أسعار ضريبة تتناسب مع كل نوع، تحصيل كل نوع من أنواع الضرائب في مواعيد تتلائم مع طبيعة الدخل، ما يجعلها أكثر ملائمة وقبولا لدى المكلفين. هذا بالنسبة للضريبة النوعية. عيوب الضريبة النوعية: الحاجة إلى جهاز فني وإداري كبير يتلائم مع حجم الإقرارات المقدمة من المكلفين، وهذا يتطلب عدة إدارة ضريبية تختص كل منها بتحصيل ضريبة نوعية معينة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى زيادة النفقات، وهذا ما يتعارض بقاعدة الاقتصاد في النفقات التي تناولناها قبل قليل. يتعرض المكلف إلى كثير من الإجراءات الفحص والربط والتحصيل، قد لا تخضع بعض الدخول للضرائب فيما لو تم إقفال بعض أنشطة من الخضوع للضريبة. النظام الضريبي النوعي ضعيف الحصيلة، وذلك لأنه كلما تعددت مصادر الدخول وخضعت لضرائب نوعية مختلفة، كلما أدى ذلك إلى تبديد حجم الدخل الخاضع للضريبة. ثانيا الضريبة الموحدة على الدخول، يقوم هذا النظام على تجميع الدخول بغض النظر عن مصادرها في وعاء واحد،
وإخضاع هذه الوعاء لضريبة واحدة وسعر واحد وإجراءات واحدة في الربط والتحصيل، وذلك بعد استبعاد الإعفاءات المنصوص عليها في القانون وخصم النفقات والأعباء التي تحملها المكلف في سبيل الحصول على الإيراد. مزايا أنه يحقق العدالة الضريبية لأنها تفرض بقل مقدرة المكلف المالية، والتي لا يمكن تحديدها إلا بعد معرفة جميع مصادر الدخل. توفير جهد وقت المكلفين في الجهاز الضريبي. تتميز بالملائمة إذا استطاع المكلف معرفة كل ما يتعلق ما يجب عليه دفعه، ما يجب عليه بشكل في آن واحد وعلى وجه التحديد لمدة عام. الضريبة موحدة بشكل تصاعدي، الضريبة غزيرة الحصيلة. أيوة الآن إحنا نختم، لا عد ملوا ولا ما تقلقوا شوي وختمنا. المقومات النظام الضريبي، إذا كان النظام الضريبي أهدافا يعمل على تحقيقها وعناصر وأجزاء يتكون منها ويحكم عمله وسلوك عناصره قواعد معينة، فإن وضعه موضع التنفيذ يستلزم توافر مقومات أو سلطات، هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. هذه هي مقومات النظام الضريبي. أن السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب، هي الذي بتعد وتشرع القوانين. كيف يا دكتور الموحدة كل عام بينما الضريبة باليمن كل 3 أشهر؟ ونقول لك إني كل 3 أشهر الضريبة تخذ بشكل ربعي. من هذا؟ من أشكال؟ قال تأخذ بشكل ربع سنوي في 1 مارس. ما بيقول لك كل 3 شيء، ده أقول لك بواحد كل ما في 1 مارس، معنى أن الضريبة تدفع بعد مرور 3 أشهر من إكفال ورفع الحسابات الختامية للشركة. فهمتني؟ يعني مثلا الضريبة حق 2021 بتدفع في شهر مارس 2022. هذه هي القصة، إلا إذا له تفصيل آخر فهذا. إنه حين ما يعد الحسابات الختامية وتطلع النتيجة يكون تقرير المراجع والإقرار إلا بعد ما تمر 2 إلى 3 أشهر من إكفال السنة السابقة، بعدها يتم دفع الضريبة. هل وضحت الفكرة؟ ممكن ترسل لي الرابط حقها شاركة هنا، شاركة في الشاتنج وأنا بعدها أوضح لك. طيب مقومات قلنا ترتكز السلطات الثلاثة، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. السلطة القضائية قلنا السلطة التشريعية تمثل الذي بتسن القوانين. خلاص جهز للمحاضرة القادمة ضروري، هذا عليك. تأكد نسيتها وينه بكرة، يعني المحاضرة القادمة حاول تجيبها على أساس نشوف إيش النقاط الذي ذكرها فيها. إذا بحاجة غايبة عننا ممكن نستفيد، ما فيش مشكلة. السلطة التشريعية هي التي بتساعد في سن القوانين، والسلطة التنفيذية مثلا بالإدارة التنفيذية والوزارات هي التي بتقوم بتنفيذ هذه أي قوانين، والسلطة القضائية هي التي بتكون المرجعة في حال وجود خلاف أو يعني فصل النزاعات. طيب بشكل سريع، السلطة التشريعية تختص بإصدار القوانين الضريبية التي تحدد الأشخاص الخاضعين للضريبة والأموال الخاضعة للضريبة، أي تحديد الوعاء الضريبي وتحديد سعر الضريبة وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها. معنى هناك فريق قانوني هو الذي بيقوم بدراسة هذه الأشياء ورفعها للسلطة التشريعية، وهي بتقوم بسن وإصدار القوانين، بالإضافة إلى تحديد أيضا مسؤوليات وواجبات كل من الفاحص الضريبي والمكلف. وبشكل عام فإن القوانين التي تصدرها هذه الإدارة أو هذه السلطة تغطي جميع الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالضرائب. طيب السلطة التنفيذية تختص بتطبيق القوانين الضريبية الصادرة من السلطة التشريعية، تعطي تفسيرات تعليمات في حالة عدم الأنظمة والقرارات ما لا يتعارض مع نصوص القوانين وأحكامها، فتقوم من العوامل الضريبية لنجاح السلطة التنفيذية في تحقيق ما هو مطلوب منها أن تتوافر العناصر الفنية ذات الكفاءة العالية والخبرة الواجبة، التأهيل العلمي للموظفين، وجود نظام رقابة داخلية بحيث لا يقوم مأمور الضرائب بجميع مراحل تقدير
الضريبه ابتداء من الفحص والتقدير حتى الربط النهائي، يعني ضروري يكون في تداخل على اساس الرقابه حتى ما يكون في تساهل او تواطي. ايضا منح موظفي الاداره التنفيذيه رواتب ومكافات مجزيه يؤدوا اعمالهم كما يجب بعيدا عن التاثيرات الخارجيه، توافر نظام معلومات كفء وذلك باستعانه بالكمبيوتر الحاسب او الحاسب يعني الذي يمكن من الحصول على المعلومات المتعلقه بالمكلفين بسرعه وبدقه لازمه. طيب هذه هي التضافر الذي بيكون العمل بينها، هذا السلطه التشريعيه وهذا السلطه التنفيذيه وهذه هي السلطه ايش القضائيه. السلطة التشريعية بتقوم بسن إيش القوانين، السلطة التنفيذية هي بتقوم إيش بعمل بتنفيذ هذه إيش القوانين، أما السلطة القضائية بتكون عملية إيش طبعا القوانين التي بتسن عن طريق السلطة التشريعية بينفذها إيش المكلفون وبيلتزم بها بإشراف من السلطة التنفيذية، وبعدين السلطة التنفيذية أيضا تتعامل مع السلطة القضائية في عمل تكاملي لأي قضايا تتعلق بمشكلة الضرائب. بالنسبة للمكلفون أحياناً قد تصدر قرارات من السلطة القضائية ضد المكلفون في حال إخلال المكلفون بالضرائب بأي التزامات متعلقة بالضرائب، في حال عدم مثلاً سداد الضرائب وتأخرها تلاحظ مثلاً الرسام بيعبر من السلطة القضائية في اتخاذ إجراء ضد المكلفون بالضرائب. أحياناً قد يكون فيه تفاعل من قبل المكلفون ضد السلطة التشريعية عن طريق مثلاً تقديم شكاوي أو التماس أعذار أو تبين أنه مثلاً ما أقدرش دفع إقرارات ضريبية ظالمة أو مجحفة في حقي، وهذا بيكون إيش؟ هذه حلقة التواصل والتكامل فيما بين السلطات الثلاث الذي بتعتبر من أهم مقومات النظام الضريبي. وإلى هنا نكون قد توقفنا وأنهينا محاضرة اليوم، أعتقد أن أخذنا وقت كبير وشرحنا معظم القضايا بشكل مفصل. يبقى معنا بعد مقومات النظام في قضايا كثيرة في الوحدة الأولى، طبعا الوحدة الأولى دسمة ومليئة بالتشعبات، منها الحين معنا معكم الإجراءات الضريبية المتعلقة بحصر المكلفين وكذلك الاحتمالات في عمليات الفحص الأخرى، أيضا تقديم الإقرار الضريبي، التقدير الجزافي، ربط الضريبة، سداد الضريبة، هذه الإجراءات الضريبية التي بيتم ممارستها من قبل المأمور الضريبي أو من يمثل مصلحة الضرائب.